أصدقائي المشاهدين متتبعي الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا اللقاء الثالث والأخير على مستوى الدور الأول لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المجموعة الثالثة. الليلة ملتقانا من فرانسفيل، هنا منتخب نسور قرطاج يلتقي فريق الأرض ومنتخب البلد المنظم الجمهور، فريق ومنتخب الجابون، فريق الأزينجو ناسيونال أو بكنية ثانية فريق الفهود. إذا المباراة التي تنطلق في قادم اللحظات، وما نتصفح تشكيلة الفريقين. منتخب تونس الوطني في حراسة المرمى رامي الجريدي، على اليمين أنيس البوسعيدي، على اليسار خليل شمام، لاكس اليوم فيه بلال عيف، أيمن عبد النور، وسط الميدان جمال الساحي لاعب مونبلييه لأول مرة يدخل في الكان، وسام يحيى، ميرسين التركي، حسين الراقد يلعب في تركيا، ثم الهجوم صبر خليفة، يوسف المساكني على الأطراف، ويلعب عصام جمعة كابتن المنتخب بهذا المساء. المنتقل في الساعات القليلة القادمة إلى فريق بريست الفرنسي. منتخب الجابون في حراسة المرمى ديدي أوبونو، رقم 3 على اليمين إدموند مويلي، رقم 22 لعب على اليسار يلعب شارلي موسونو، وسط الدفاع يلعب إكويلي مانجا، رقم 5 ورقم 17 اللعب بانجا لعب بريست الفرنسي العائد من إصابة. وسط الميدان الارتكاز الأول هو لويد بالون رقم 8 وأندري بيوغو رقم 15، عنا مي رقم 20 المحترف في الدوري المجري، ثم عنا برونو زيتا لاعب معروف في الكرة التونسية باعتبار كلعب في ترجي الجنوب، ترجي رياض الجرزيسي فريق عاصمة الزيتين، ثم عنا المهاجمين الاثنين الصعاب برشا دانييل كوزا رقم 10، وأيضا القميص رقم 9 يلعب الشهير فيليبير يلعب في سانت إتيان أوباميونغ. اليوم 4 تغييرات على تشكيلة جيرارد رور، بينما المنتخب التونسي سامي ترابلسي يعمل 6 تغييرات. هو انتصار الصدارة، هو انتصار الأرقام القياسية، لأنه ولا مرة في تاريخ منتخب تونس بالكان في 50 سنة مشاركات في كأس الأمم الأفريقية منتخب نسور قرطاج أنهى الدور الأول بثلاث انتصارات. حتى الكأس اللي كسبناه 2004 عملنا 2 فوز وتعادل ضد السيري ناسيونال منتخب غينيا. تشكيلة المباراة أختتمها من خلال حكم اللقاء بيست في إفريقيا، هو أفضل حكم في 2011 السيد دوي نومانديز، إن شاء الله يكون منصف اليوم خاصة المباراة المصيرية. ندرك صعوبة المهمة لصعوبة الحسابات باعتبار منتخب الجابون اليوم يحب على الأقل يتعادل باش يتفادى الخروج من ليبروفيل ويبقى يلعب في بلده خاصة الأدوار المتقدمة. إذا هي حسابات المكان، هي الصراع على الإطار المكاني في لقاء تونس والجابون، ومن أجل المورال ومن أجل ذكريات طيبة في مستوى ممتاز المنتخب التونسي مش يعمل ماتش كبير. المنتخب التونسي إن شاء الله بهذا التشكيل بيضخ دماء جديدة باش يعملوا لأولاد ماتش كبير. المساكني يمشي يوسف المساكني، يوسف المساكني تتحط الكرة منتخب التونسي، التسديدة الأولى وكرة برا ترجع عاوز ضربة مرمى للحارس أوبونو. أول دقيقة والمنتخب التونسي في الأتاك عن طريق وسام يحيى لاعب ميرسن التركي. إذا 6 تغييرات بالمقارنة مع المباراة الثانية ضد فريق النيجر، ثم بمعطى آخر 7 محترفين اليوم أول مرة نلعبوا بهذا الكم الكبير من البرو في الكاد. إذا اعتبرنا ماتش المغرب لعبنا ب6 وماتش النيجر ادخل سامي ترابلسي المباراة ب5 محترفين. هذه هي الحسابات وهذه هي حكاية القمة في فرانسفيل. الأولاد إن شاء الله عندهم الجرينتا، عندهم الروح، عندهم المعطيات، عندهم الراحة النفسية باعتبار الفريق متأهل. نلعبوا على انتصار ونلعبوا بحقيقة إمكانياتنا. واللي يجي مبروك يدخل شمام على اليسار، يبدأ البوسعيدي على اليمين، يتبدلوا أروقة المنتخب التونسي. وسط الميدان أيضا هو خوفا من الانذارات وترتيح من اللاعبية، ويمشي بالكرة صابر خليفة، يرجع للتشكيل صابر، كرة أولى ليوبونو والمنتخب التونسي بادي مليح. الله على النسور، انطلاقة ممتازة من المنتخب التونسي الليلة وسط الغابة هنا في فرانسفيل. وهذه الصورة على اللون الأبيض لنسور قرطاج اللاعب في ميرسن التركي وسام يحيى. مباراة مهمة جدا تاريخيا، عندنا أفونتاج على منتخب الجابون، فريق الجابون في 8 مواجهات سابقة ولا مرة كسب المنتخب التونسي. هذا المدرب الكوتش الفرنسي الألماني رور اللي كان لعب في نادي بايرن ميونخ واحترف كلاعب في جيروندا دي بوردو وككوتش ربح مع بوردو بطولة فرنسا، حذر من الانطلاق، برافو الدفاع
الاولاد مركزين، يمشي المنتخب التونسي ما نخافش في هذه المباريات لما نلعب مع فرق كبيره وصحيحه بلغه الكره، الاولاد يكونوا مركزين، ينطلق يوسف المساكني، يمشي يوسف المساكني ممتازه، ينطلق المنتخب التونسي، تتهيئ الكره مره ثانيه عن طريق جمال الساحي، يمشي جمال لاعب مونبلي الفرنسي، يوزع كره على القائم الاول، والكره ترجع من قدام جمعه، الاولاد بالجرين تنجيبوها، والكره ترجع مره ثانيه، وسط الميدان هاي التغطيه ممتازه، ريت التونسي لما تحطوا دومير يكون كالعاده السيد الرجال، يرجع بالكره وسط الميدان عن طريق العيفة بلال، ثلاث دقائق لعب في الشوط الاول، والنتيجه هنا بيضاء، والابيض يتالق يتفنن، المساكني عاودها له، يدخل يوسف ولكن تقطع، ترجع الكره للنصور، خمسه وخميس على الاولاد، خمسه وخميس على الروح والبدايات، يمشي الساحي باش نجيبوها ان شاء الله، يمشي بالكره، وين التوزيع هاي الراس، اضرب يا جمعه بالراس خطيره، فرصه اولى للمنتخب التونسي، الله على الجرينتا، حذاري من الكونتر اتاك، حذاري كوسا، دانيال كوسا يخرج كره بعيده، كره بعيده يجيبها الكره اوباميونغ، يمشي اوبا، والدفاع عن طريق البوسعيدي، تماس المنتخب الوطني التونسي، اليوم المنتخب التونسي يدخل في البطوله رسميا، طبعا مونتي اون بويسونس للمنتخب الوطني، صعود مستمر ونلعب من الان ماتشات افضل بالاداء، احسن من الماتش الاول والثاني اللي حققنا فيهم المكسب وهذا المهم. سامي الترابلسي 22 مباراة 3 هزائم فقط ولم يخسر أي مباراة في المباريات الرسمية وعددها 13، إذا النتائج تتكلم، الأرقام تتحدث والنصور تتحدى، على زينغو ناسيونال هنا في استاد فرانسفيل بحضرة الرئيس والرئيسة، بحضرة الرئيس والرئيسة بانجو، وتعرفوا أنه والدة الرئيس عمر بانجو هي فنانة شعبية مشهورة في الجابون، ان شاء الله تغني بالطريقه التونسيه، ايش قربك للوادي يا جابون، يمشي المساكني وخطه لمنتخب قرطاج، لمنتخب النصور، مهاجم كالف والف كاف، والمساكني يا مهف، كوره فيها اظن فما مطر، تراث ثقيل والامطار، نلعبوا في كل الاماكن، سياسه التبريرات انتهت اليوم، لا مبررات، لابد أن نودي الأداء الجيد، وإذا جاء الربح نقولوا على الظالين أمين. كرة المنتخب التونسي، هذا عصام جمعة مرتاح نفسيا، سجل هدف الفوز ضد النيجر، واليوم انتقل رسمي لبريس بالراس، وفرصة وتسلل على النصور، تسلل على منتخب تونس، منتخب تونس الوطني في مباراته الإفريقية رقم 56، تبدأ الحكاية، تتواصل الأحلام، تتواصل الأمال من أجل كان للتاريخ 2012، الشاهد جيم على الأكل، والمنتخب التونسي عمل المطلوب في جولتين يتأهل للدور الربع النهائي، المنتخب التونسي لأول مرة مدرب تونسي يربح ماتشين وربعاتهم في الكان، دربنا من التوانسة مجيد الشتالي في كان 78، يوسف الزواوي 94، البنزرتي 2010، والمنتخب التونسي أول مرة نربحوا ماتشين ورا بعضهم، التسديدة ولا خوف على رامي، لا خوف على رامي الانتحاري، رامي الجريدي في حراسة مرمى نصوري قرطاج، كرة ستعود للمنتخب التونسي، ثلاثة أربع دقائق، خمسة دقائق بالضبط في الشوط الأول، كرة من ميه يلعب في الدوري المجري أو ركنية حذاري، استدمج في الطريق واحد متوانسة، والكرة تمشي في طريق الحلم الجابوني، يمشي رقم 13 برونو زيتا، يلعب في دينامو مينسك، ترجع بالراس، الاولاد واقفين مليح، وترجع المنتخب التونسي، كرة تتهيئ المساكني يحط على الارض، الاولاد يلعبوا مليح، والكرة في الكونتر اتاك، 3-1، شفنا المغرب في كرة 3-1، لابد ان نستثمر حماسة الجابونيين، اربع تغييرات في تشكيلة جيرنار ترور، بينما ستة تغييرات في تشكيلة نصوري قرطاج. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق القيصر عبد النور، يمشي لاعب تولوز الفرنسي أيمن عبد النور، كرة طويلة من عبد النور، تتهيأ عصام جمعة، جمعة يحط الكرة وسط الميدان للمنتخب التونسي، تغطية جيدة جدا والخروج بالكرة، برافو جمال الساحي يا معلم، يمشي كرة منتخب التونسي خطيرة جدا، فرصة والتسديدة والحارس هبلوه هوفون وهبلوه، هذه الكرة بتاع يوسف، يمشي المساكني يسدد، وكرة عند الحارس، كرة عند الحارس اوفونو في كرة المنتخب التونسي، النتيجة متعادلة سلبا، والمنتخب التونسي في سبع دقائق من نار، سبع دقائق الولاد ممتازين، فما تبع الولاد جيعانين،
جيعانين كوره، لانه يدخل اليوم الاحتياطيين اللي ممكن تمسوا في كرامتهم الكرويه، تمسوا في كبريائهم، كل واحد فيهم باترون، لذلك يلعبوا بالروح ويحبوا يقولوا يا سامي لا تنسانك يا سامي. يمشي الخليفه، يمشي صابر، صابر خليفه، وكره مساكني ومال منتخب واحد اثنين. هاي الكره، هاي الكره اللي ثبتوها، يمشي عصام جمعه، عصام جمعه في الرواق، هو المنتخب التونسي مره اخرى. يمشي عصام جمعه، حط الكره ترجع من الدفاع الجابوني، كره للفريق الفهود، ترجع الكره مره ثانيه، اين المرور؟ وينك يا عصام؟ جمع يحط الكره، الاولاد يلعبوا مليح، الراقد فايق بهم، والكره تمشي بوسعادي، والكره للتماس، للتماس لمنتخب الجابون. منتخب تونسي ممتاز في اول 8 دقائق. هذه الكره اللي تطلبوا فيها، ولو انا دائما في قناعاتي النتيجه قبل الاداء. البرازيل لعبت كره ربع قرن ما ربحتش المونديال، وعيسى حياته يفهم للرئيس بانجو يقول له ان شاء الله نلقى لكم حل وتسلكوها. ترجع الكره مره اخرى وسط الميدان، دانييل كوسا يغسل كره، دانييل والكره المنتخب الوطني التونسي، كره تتهيأ لمنتخب النسور. هذه البدايه والراقد موجود، امطار غزيره في غابه، الملعب في وسط غابه في فرانس فيل، ولكن لا خوف من النسور، وعلى النسور المسكلي يتالق، يمشي كره تسديده حتى له، وري وري كره ممتازه من وسام يحيى. المنتخب الوطني يتالق، يستعرض في عرض القوه، سامحني هذا المساكلي، المساكلي يحط الكره وتمشي عن طريق وسام يحيى، كره قريبه على اوفونو. 0-0 في الدقيقه رقم 10. المنتخب التونسي يحب يقدم مباراة كبيرة، وهو كذلك الآن. والمنتخب التونسي يضغط على الفريق الجابوني، ترجع كرة يخسرها من إيه؟ تمشي كرة فماش أوفسايد، اهرب يا خليفة، خليفة اهرب، خليفة، خليفة يهرب، خليفة صابر، اضرب يا صابر، سدد ليه؟ لا مش ممكن ضاعت، مش ممكن ضاعت. ونعاود اللغة، ونعاود النغمة، ونواصل بنفس الأغنية، هبلوه فونو هبلوه، ترجع الكرة يا صابر يا خليفة. كرة ممتازة جدا، منتخب وطني، هاي الروح، هاي الجرينتا، منتخب وطني يخرج الجرينتا اللي فيه، والتسديدة من صابر رتلة، الله الجاية في الشبكة، الجاية في الشبكة الكبيرة إن شاء الله. منتخب تونس في 10 دقائق يعطيك الانتباه أنه يعمل في ماتش كبير، ويعطيك المؤشر على أنه قادر على الفوز، إذا ليمكن لنا الانتصار فلننتصر يا مساكني. ترجع كرة من وسط الدفاع عن طريق العائد من الإصابة بانجا، يمشي بانجا يحط كرة طويلة تتهيأ حذاري من كوسا، يحط كرة يلعب مليح بظهره، حذاري حذاري وبرافو الحارس. يدخل رامي الجريدي بديل البلبول اليوم، كرة من رامي، شوف كوسا هذه الكرات اللي يحبها، رد بالك يا العيفة، لاكس سنترال العيفة عبد النور، ممكن أحسن ضيوف في اللاكس حسب الماتشات الودية اللي عملناهم في إسبانيا بين كاتالونيا والباسك. يلا بلال، بلال عنده ورقه صفراء لازم يرد باله، والمنتخب الوطني عن طريق عبد النور، عبد النور كره في النصف تطير المنتخب التونسي، قاعدين نغلبوا فيهم بالسرعه والروح والاندفاع. وجمع عصام خطاه ضد جمعه، عصام جمعه 27 هدف مع النصور في 15 منتخب، سجل في كينيا، في السنغال، في مالي، في بوروندي، في السيشيل، في موريشيوس، في الملاوي، في ناميبيا، في توكو، في تشاد، في النيجر، في المغرب، في السودان، في فرنسا وبيلاروسيا. أول مباراة دولية كانت في جابورون ضد بوتسوانا، وأول هدف لي كان في 2005 في استاد نيروبي في مباراة الكينيا. يمشي كرة خطيرة، ترجع بالدفاع عن طريق بلال عيفة، ماتش كبير، ماتش صعيب، ماتش مثير من أجل الصدارة. يمشي منتخب الجابون يحاول يبدل الكرة، ترجع عن طريق الرواق، يمشي الكلوار مويني، اللاعب مويني يلعب كرة مويني خطيرة وترجع ركنية، متفطر الدفاع التونسي. خرجت كرة من أنيس البوسعيدي، يلعب بريتم كبير منتخب الجابون، هذا لاحظناه لمسناه في ماتش المغرب، يفرض ريتمه العالي على المنتخبات المنافسة، وعنده سرعة كبيرة عن طريق انجيما مونونكي اللي ما يلعبوش الآن على دكة البدلاء، الخطير أوباميونغ مع دانييل كوزا، يمشي خطيرة ترجع بالرأس، برافو العيفة، برافو بلال، ترجع الكرة المنتخب التونسي، لا خوف على النسور، النسور تستعيد العافية والبريق بعد قوس صعب أمام النيجر. المنتخب التونسي، اللاعب التونسي، الرياضي التونسي لما تحطه في
في الصعوبات، تحب تختبره، تحب تختبر قوته، افضليته، جرته، رجولته. التونسي وقت يقول لك موجود. كيرناترور وجهه بدا يصفر، والمنتخب التونسي باللون الوردي يا العيفة. يمشي العيفة الجمعة، اهلا وتحية له. بلال يضغط الكرة، عصام يخسرها، ترجع الكرة مرة ثانية قبونية، كرة وسط الميدان، بريسينج وضغط عالي. نعطيكم على المؤشر المناخي، 27 درجة الطقس سخون رغم الشتاء، و 75% الهوميديتي الرطوبة، لكن الولاد لا همهم لا رطوبة ولا سخانة، يلعبوا رجال، يتقدم لاتاك التونسي، مرة أخرى كرة للنصور، ولكن الصيدلي نومانديز دوي يقول فما خطا ضد نصور قرطاج، ضد يوسف المساكني. خطابك على الباب يا مساكني، خطابك على الباب من ليل، من باير ليفركوزن الى اولمبياكوس، لكن حطوا يعني يوسف دائما سقيف في الارض. عجبني الحقيقه تصريح المنظر مساكني في احد القنوات العربيه لما باغت المقدم وقال له ما تحكيش، ما عمل شيء يوسف، مازال ما عمل شيء، لا سجل هدف في النهائي، لا ربحنا في الكان، يلزم لاعب صغير 20 سنة يحط سقي على الأرض. لا خوف على مساكني مدام منظر معاه، والكرة تمشي، وصلها وصلها يا جمال، وصلها يا جو الساحي، والكرة ترجع مرة أخرى، كرة لمنتخب الجابون ورا عن طريق أوباميون. ماتش قوي، ماتش كبير، والتماس لمنتخب عديد، لحديد في حديد المنتخب الوطني التونسي. صراحة يلزم نشموا الكاس، يلزم نطمعوا في الكاس، أول مرة من سنين من سنوات، حتى لما نظمناه في 2004 ما مشاتش التصريحات. أنا نحبوا الكاد، يعني متخبين ملتحفين من أجل أن نأتي من الخلف كاوت سايدار. المنتخب التونسي إذا يربح الكابون يلزم نمنوا بحضورنا، لأنه لما نمنوا إحنا كشعب بإمكانية منتخبنا السوساسيون توصل، الإحساس يوصل الشمام والعيفة وعبد النور والبلبولي، وبالتالي يفرحونا أكثر. حذار يا عبد النور، حذار، برافو عبد النور، حذار يا أيمن، أيمن عبد النور، يمشي الخليلو، يمشي خليلو، زيد شمام، شمام للخليفة، وخليفة باس، هاي الكرة اللي تحبوها، هاي الكرة اللي تلبطوها، هاي الكرة اللي زينوها. مساكني، مساكني، خرج كرة، مشيلو شمام، اجري يا خليل، الشمام ومخالفة، مخالفة، شنو؟ شنو يا نومانديز؟ اديناها من توا، صح عليك، ترجع الكرة طويلة. ترجع منتخب التونسي، بانكو موجود، بانكو مش موجود باش نفوز ان شاء الله. يمشي كرة الشمام، شمام للمنتخب الوطني التونسي. ترجع كرة لخليفة، خليفة، والكرة ترجع منتخب التونسي. وسام يحيى، وسام يحيى، وسام يلعب كرة الشمام ليوسف، يوسف كرة دور مليح. الله على التيكي تاكا، على طريق تونس. ترجع الكرة مرة ثانية للعيفة، امشي يا بلال، امشي يا بلال، مشيها باش تمشي، جريها باش تجري يا العيفة. بلال العيفة يرجع بالكرة وسط الميدان عن طريق الراقد، الراقد الساحي، والساحي يا ولد، هو التسلل ضد خليفة. نشك فما اوفسايد، نشك فما تسلل. بكر كلقان، شنو الحالة هذه؟ رئيس يحضر في افريقيا تتغير نتائج، دي مش معقول، دي مش معقول. بالحديد والنار سنروضك ايتها السمراء. نومانديز يقول ما تكلمش، انت ما لا احكم، احكم بالواقع، احكم بالمنطق، اعطيني الريبلاي. او ما عاودهاش المخرج يطفي بالضوء، اعطيني الكوره في 16 دقيقه لعب في الشوط الاول. الجابون صفر، تونس صفر. ماني قلت لك اليوم الفنانه الشعبيه الشهيره بانجو ستغني اش قربك للواد، اش قربك للواد يا جابون. ترجع الكره مره ثانيه، منتصف الملعب للمنتخب التونسي. مساكني، شوف كيفاش يدافع، شوف كيفاش يدافع من الروح الاولاد. تبارك الله، تبارك الله. ترجع الكره مولاي، مولاي، ترجع كرتي. ماني خاف انا لما نلعب ممتاز، لا قدر الله ما نربحوش. ما تفهمش، ما تفهمش، اما اللي يقول النتيجه دائما وابدا اولا والثاني والثالث واللي عنده الحق. منتخب التونسي وقت يحب يلعب كوره عندنا كورجيه، امشي كوره تدور مليح، هاي خرجت في الكلوار، امشي يا ابو سعيدي. روستوف الروسي يلعب كوره بعيده، لكن المنتخب التونسي يقاتل على الكوره، برافو، كاننا معنيين بالترشح، كاننا نلعب من اجل الترشح. يرجع الكوره مره اخرى، يرجع جمال الساحي، لعب مونبلييه، تتحط الكوره، مشكل كبير سامي ترابلس، ضد غانا، ضد غينيا، ضد مالي. فما اسماء اليوم باش يعني باش تحلى في العين، باش تحلى في العين وباش تقدم ماتش كبير. يمشي المساكلي، المساكلي للنصور، والنصور تتهيأ لهدف اول. يا رب، يمشي بالكرة عبد النور، عبد النور يحط الشمام، واحدة من عاداتك يا خليل. يمشي الشمام، يوزع كرة على القائم الأول، أوه كرة خليفة، يا خليفة كنترول، يا خليفة اضرب، يا خليفة سدد، يا خليفة ركنية، يا خليفة ركنية صابر. 1-0 يعني يدور عنا، البونتو يسخن، البونتو يسخن،
البوطو يسخن، ملا الدرح من الاولاد، ملا ماتش في الانطلاق، ولكن العبره بالخواتيم، العبره دائما بالخواتيم. اللهم متعنا بحسن الختام. يلا كوره، يلا كوره، يلا بالراس، اطلع يا العيفه، اطلع يا عبد النور، اطلع واسعد النصور، اسعد 11 مليون هناك ينتظرون يتاملون، وبالهدف سيسعدون. الكوره اوفونو خايف، اوفونو خايف، انساد واه اليوم، انت فايق بالراس يا عبد النور. شمام، شمام في الدقيقه 18، يمشي خليل شمام، كره المنتخب التونسي، ضاعت الكره على المنتخب الوطني، حذاري المرتده، الراقد يغطي مليح، فايق بهم حسين، والكره ترجع لمنتخب تونس الوطني، كره للنجمه، كره لقدره الهلال على النجاح في كره بعيده، كره بعيده على المنتخب التونسي، اوت، تماس لمنتخب الجابون، 18 دقيقة لعب في الشوط الأول، هذا البوزيشن لتونس، وهذه الفرص لتونس، وهذه الروح لتونس، وإن شاء الله الفوز لمنتخب تونس. ترجع الكرة وسط الميدان، كليناهم في الوسط، كليناهم في الوسط بهذه الطريقة الجديدة، امشي كرة، كنترول يوسف، لمساكني حتى، يلا يوسف، يلا يوسف، يلا مساكني، مساكني، طيحوا بركة، طيحوا بركة، نحبك طيحوا بركة، يمشي يوسف، لمساكني، لمساكني، يوسف لمساكني مرة أخرى على الكرة، ومش ممكن، مش ممكن على الكرة ركنية، مش ممكن على الكرة ركنية، بابا 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 المنتخب التونسي، الساحي كأنهم يلعبوا مع بعضهم، كأنه يلعبوا مع بعضهم الصغار، شوف الباس وشوف الساحي الإضافة. يلزم يلعب في رأي جمال الساحي، جمال الساحي يلزم يلعب، يلا وبنو، يلا وبنو، 1-0 لمنتخب النسور بالركنية رقم 2 لقرطاج، لأحفاد قرطاج، يمشي كورة والقائم الأول، والكورة ترجع مرة ثانية، منتخب التونسي يمشي عن طريق يحيى، هيا لا وبنو يتصدع، يخرج ديدي أوبونو حارس ليمون فرنسي، ما يتعداش بالكونتر، لا يا شمام، لا يا شمام. كرة خطأ على خليل الشمام لفايدة أوباميونغ، وانذار من مانديز، صراحة ما نحبوش مانديز بلغة الكرة، شدنا كل ماتش الكارثي في موزمبيق مابوتو، 1-0 خسرنا المونديال، وشدنا 2010 الماتش الأخير ضد الكامرون اللي ما ربحناش 2-2 وخرجنا من الدور الأول. هذا هو خليل الشمام في ورقة صفراء للاعب الترجي الرياضي التونسي، موسم استثنائي للشمام. كرة وخطا واضح على اللاعب أوباميونغ، هذا هو أوباميونغ، 7 أهداف مع منتخب الجابون، منتخب الفهود لليوبار، كرة ترجع لمنتخب الجابون، ترجع الكرة في تغطية ممتاز، عبد النور، عبد النور، الفريق التونسي يخسر كرة، عبد النور يدخل جمال الساحي محترف مونبلي الفرنسي، خير المنافسة لما تشعل المنافسه في الجروب هو لمصلحه منتخبنا الوطني، يلزم يلعب الاحسن، اللي افضل واجهز بدنيا وفنيا وتكتيكيا وذهنيا، يلزم يلعب ماتش غانا مالي غينيا في ربع نهائي الاحد، الحقيقه هذاك الماتش اللي يهمنا، هذاك الماتش اللي معاملين عليه، اليوم اللي عملوه الاولاد في 20 دقيقه يطمنا، يطمعنا في انه فريقنا في الطريق الصحيح، المونتي اون بويسونس نتاع الاولاد في الكان، والكرة تمشي الصابر، شوف خليفة، يرجع خليفة، والكرة ترجع للمنتخب الجابوني، يمسك الكرة موالين، موالين، هذا خطر واحد أوباميونغ، أوباميونغ الكوسة حذاري، وترجع الكرة من عبد النور، لعيفة ممتازة على مستوى الستة أمتار، ثم تقطع الكرة قدام دانيال كوسة 34 سنة، ترجع الكرة مرة ثانية للمنتخب الجابوني، حذاري، حذاري، الكرة أهداف، الكرة أهداف، والتوزيع ورامي، رامي الانتحاري. كرة للجريدي، نرجع كرة، أول مباراة رسمية رامي جريدي، رامي اللي لعب مع المنتخب في الشان في ضربات الترجيح ضد الجزائر وتخلوا مسك وحدة، ولادنا سجلوا 5 وترشحنا للنصف النهائي ثم النهائي ثم ربحنا اللقب، ماتش في مطرة كبيرة، مطرة الخير يا نصوري قرطاج. ترجع الكرة مرة ثانية في طقس بارد هناك، تلفوا وتلحفوا ممكن بالفراشيات، هناك تلحفوا بالصوفيات من اجل منتخب، ينادون ويمشي خليفه، يمشي خليفه، يدخل خليفه، مش ممكن على شديع، مش مقبول كيفاش شديع، فرصه كبيره منتخب التونسي، الاريير اليمين اللاعب موالي يعاني، رقم 3 يعاني، هذا هو الطريق، هذه هي خريطه الطريق لنحو المكسب ان شاء الله، من اليمين اجري يا خليفه العب يا مساكني، فرصة كبيرة منتخب التونسي،
نستحق التقدم، نستحق الادفانتج. رجعت كرة في منتصف الشوط الأول، يمشي وسام جيبها يا ليحيى، ليحيى 11 مليون بصوت واحد بنغمة واحدة، الله على تونس، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. امشي يا ليحيى، هيا بالراس، اضرب كرة بالراس خطيرة، كرة قريبة لهز الشباك، كرة قريبة لفتح سجلات التهديف. اليوم نتجمع ودائما نريد أن نتجمع نحو راية اسمها نجمة وشعارها هلال، شعار الدولة حرية وعدالة ونظام، هذا الذي يجمعنا ولا شيء فرقنا. لا تقول لي بلغة حزبية ولا تحكي لي بلغة النقابة ولا تحكي لي بلغة من لغات أخرى، نعم 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 كله يجمعنا، يعني في كل الأحوال هي نجمة تونس وهلالها. ألا تفتخرون بربكم؟ ألا تفتخرون أنكم من تلك الأرض، من أرض قرطاج، من أرض الأحرار؟ ترجع الكرة مرة ثانية، كرة المنتخب التونسي عن طريق العيفة، عن طريق بلال، ما تهديش، شعلها يا العيفة، شعللها يا العيفة. امشي يا الراجل، الراجل يحط كرة للساحل، والساحل النصور وحده يمسكلي، يمشي يوسف لمسكلي، لمسكلي في خطأ، عملية دفع، عملية دفع مش معقول. ما عادش نحكيو على الربيتر، ما عادش نحكيو على الحكام، يعني فريق مثل المنتخب التونسي فريق كبير، مدرسة بالكرة تحب ولا تكره، ما عادش نحكيو على الحكام. ربي يهدي، ترجع الكرة المنتخب التونسي عن طريق رامي الجريدي، رامي الجريدي. الجمهور التونسي، الجمهور العربي لازم حتى في الحسابات حضور الرئيس الجابوني. الجابون لو تخسر اليوم في الربع النهائي تبقى في فرانس فيل، والنصف النهائي تمشي لمالابو في غينيا. هم لا يريدون هذا، الكاف لا يريد هذا، الرئيس لا يريد هذا، الحكم لا يريد هذا، ولكن الشعب يريد النقاط الثلاث يا خضراء. يرجع بالكرة عبد النور، يمشي من عبد النور، يحط كرة منتخب التونسي، يبعد الكرة شمام، رد بالك، رد بالك، رد بالك شمام، رد بالك شمام، والكرة في مخالفة صحيحة للفريق الجابوني. هذا هو اللاعب زيتا اللي لعب في تونس، قلت في الترجي الرياضي الجرزيسي، أحد أعرق الأندية في تونس. 25 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0-0 تونس والجابون. لعبنا مرتين في لبروفيل عام 83 تصفيات الأولمبياد، وسجل لتونس الهرجال وفات 1-1، وعام 2001 لعبنا في تصفيات الكان، وكرة خطيرة، والحكم ماذا يقرر؟ أظن خطأ للجريد. و2001 لعبنا 1-1 في لبروفيل، والهدف أيضا سجله رياض الجلاسي بالرأس. ما خسرناش في الجابون أمام منتخب الليوبار، هذه الكرة مخالفة المنتخب التونسي واضحة، لكن شكله الحكم عدها، يعني كان دخلت الكرة الجابون تتقلب فرحا للهدف الاول. مش ممكن، مش ممكن. المنتخب التونسي ممتاز، برافو بوسعيدي، رائع الشمام، ممتاز. والحقيقه للامانه وسط الدفاع، شوف الخطا، شوف الخطا، شوف الخطا، الخطا موجود خاصه على عبد النور في الاول ومن بعد الجريدي في الثاني، هنا الخطا. على كل حال من لطف الله يا ستار يا مان على اختار، يا قادر يا جبار، أمصر منتخبي نصور قرطاج. النتيجة تبقى بيضاء، إن شاء الله الريتم ما يتكسرش، الأولاد يحكيوا 75% رطوبة. التونسي وقت اللي يحب يلعب يلعب، إن شاء الله نقدموا مستوى ممتاز. فرانسفيل هي مدينة صغيرة 60,000 ساكن أو نسمة، تبعد 512 كيلو بالضبط على ليبروفيل. واو، ملعب فرانسفيل ثالث أكبر ملعب في البلاد بعد استاد الصديقة لاميتيي واستاد عمر بانجو. هذا الملعب ينشط فيه فريق اف سي فرانسفيل، نقدروا بلغه الكره نسرقوهم في المباراه، نقدروا نبيغتوهم ونسجلوا هدف، لانه المنتخب الجابوني ما عندوش التقاليد او الخبث نتاع الكره مثل منتخبات عندها تقاليد مثل نيجيريا، مثل غانا، مثل الكامرون، تحسهم فراجيل شويه حتى بدنيا في الكونتاكت، ما همش الفرق اللي يخوفوا برشا. على كل حال المنتخب التونسي يلزم يلعب، يلزم يلعب. انا في رايي خطا، في رأي خطا المنتخب التونسي. هاو الفاول، هاو الفاول، هاو عمل له السلم وطلع على ظهر عبد النور. ترجع كرة للمنتخب الوطني التونسي، 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، الشوط الأول ممتاز جدا. لاولا في الجابون، لاولا المكسيكية، والكرة ترجع تونسية، تلعب للمنتخب الوطني عن طريق الحارس. امشي الحارس،
رامي الجريدي يحط كرة طويلة، رامي رامي ترجع كنترول ممتاز، الساحل في وسط الميدان يقدم في أداء جيد جدا رغم أنه أول مبارياته كاملة مع المنتخب الوطني. هذا هو جمال الساحل حقيقة سامي، يلزم نستثمره، يلزم مهارته نستغلوه. سامي الترابلسي ربح الشان بعد ما غرقنا مارشان وصل الكان بشكل إعجازي، والمنتخب التونسي يوم الأحد باش نفبريو معاه من أجل النصف النهائي لما نلتقي البلاك ستارز أو السيري ناسيونال أو نصور مالي. بينما هنا كرة ترجع بالرأس، شوف التفطن الدفاعي، شوف التفطن الدفاعي، إن شاء الله نكمله، والكرة ترجع بتسديدة، والكرة رامي يتابعها لا خوف لا خوف، رامي جريد يعمل في الشو ويحصل كرة من ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي. وعندك حلول على البنك، المنتخب التونسي إذا الفريق الوطني والإطار الفني يعرف كيفاش يوظف الملاعبية، يعرف كيفاش يستغل مجموعته، بإمكاننا نذهب بعيد في هذه البطولة. إذا المنتخب الوطني بهذه التشكيلة واللي على البنك دراجي، علاقي، شيخاوي، قربي، تراوي، حقي، يعني الحقيقة المنتخب التونسي عنده الإمكانيات. ترجع الكرة بالرأس عبد النور، شمام حذاري حذاري لأنه خطورة الفريق الجابوني في الكرات العرضية وفي الكرات الثابتة، حذاري إذا نحيونهم السلاح هذا ما يخوفوش. أرجع الكرة عبد النور، يمشي عبد النور، عصام جمعة يجري، يجري يا عصام، يجري يا جمعة، عصام جمعة صنفوت، أرجع الكرة والفريق التونسي على طريق خليفة. باهي الأولاد، باهي الأولاد، ممتاز ممتاز هذه الروح، الدور الدفاعي رائع جدا من الفريق الوطني. نتمنى أن يكون سامي طرابلسي توفق في إيجاد التركيب المثلى على المستوى الإسمي وعلى المستوى الخططي وعلى الجانب وبالجانب التكتيكي. 29 دقيقة من زمن الشوط، بدأنا المباراة، ممكن في بالي أنه بشكونوا مرتاحين نفسيا، لكن لما تلعب النصور لابد أن تتوتر، لابد أن تساند، لابد أن تسند الفريق، لابد أن تعمل في فوز، ففوزهم فوز الخضراء، وفوز الخضراء يعني فوز شعبها العظيم. ترجع الكرة لخطة لمنتخب الجابون، الولاد في الخمسة دقائق الأخيرة طبيعي جدا ينقص الروندمون شوية، يتيح الريتم شوية، المنتخب الجابوني ما غير خطورة، لكن حذاري ما نطمعوش، حذاري ما نرجعوش. المنتخب التونسي كرة نستحق نتقدم 1-0، لكن لا خوف لا خوف، الهدف الخواتيم، الهدف الذي يستحيل بعده تعويض يا أوباميونغ. هذا هو أوباميونغ يلعب في الليبير الشهير سانت إتيان. نصف ساعة في الشوط الأول، النتيجة هنا بيضاء، يمشي من برونو زيتا والحكام يزفر، هو الحكام يزفر، أشفمة تنبيه، تنبيه على دانيال كوزا وأيمن عبد النور. دانيال كوزا قال له مسكني وحظني، مالاش يعمل، مالاش يعمل يا دانيال. ترجع الكرة ثمانية مباريات فازت تونس في 4، تعدلنا في 4، هذا ثالث لقاء على فكرة بين المنتخبين في أمم أفريقيا بنهايات عام 96، 1-1 زبير بيا في الربع النهائي وترشحنا بضربات الجزاء. ثم كرة والحارس صعبة جدا، بعد كرة أبو سعيدي، يا بعد كرة، بعد كرة يا نيس، والكرة ولو مشيت، أوه لو مشيت، مشيت الكابون. ترجع الكرة عن طريق زيتا، بداوا يضغطوا، بداوا يضغطوا، خليه خليه، برافو عبد النور أو الراجل، ممتاز حسين الراجل، يلعب في الدوري التركي، يلعب خبرة في المنتخب الوطني، المنتخب الجابوني معروف يقبل لعب في البداية سيناريو ماتش المغرب، ثم بعد الهدف اللي قبله عن طريق الرايح حسين خرج رجع المنتخب الجابوني. لذلك حذاري، يلزم نكونوا بدنيا جاهزين ويلزم نكونوا ذهنيا جاهزين باش نلعبوا المعركة إلى دقيقة 90. ترجع الكرة عن طريق رامي، ترجع للجريدي، والنتيجة هنا بيضاء في الشوط الأول، ينشد من خلاله كل منتخب انتصار ثالث من أجل الصدارة ومعادلة رقم الكوت ديفوار بقيادة دروغبا اللي ربحوا مجموعتهم. مبروك، ألف مبروك لمنتخب صقور الجديان، لتماسيح النيل السودان الوصول ربع النهائي لملاقاة التشيبولو بولو زامبيا. على فكرة المنتخب التونسي إذا نكملوا الثانيين نلعبوا مع غانا في الربع، لكن في النصف معانا زامبيا والسودان، بينما إذا نكملوا الأولانيين نلعبوا مع منتخب نسبيا أسهل بين ذفرين في الربع، ولكن في السيمي فاينل عندنا الكوت ديفوار. لذلك أن نعمل حسبة نقول مهم ما نخسروش اليوم، لأنه منتخب غينيا راهو مش كما تتوقع، أنا والله مخوفني غينيا أكثر من غانا، أنا مخوفتني غينيا أكثر من غانا، بدنيا فنيا الريتم والسرعة تخوف غينيا بصراحة. على كل حال
هذه المباراة تحيينا من جديد، تعطينا الثقة للولاد يلعبوا مليح، وهذا المهم. يلزم نطلعوا كما قلت الكورب أسندونت النسق التصاعدي للمنتخب التونسي. يا شمام، يا خليل، مثل هذه الكرات تعطيهم ثقة. الرور اللي درب 6 شهور في الإطوال يقول ألعب الآن من التماس عن طريق برونو زيتا. أنا أقول معنويا باش نحافظوا على الروح المعنوية للجروب، المهم ما نخسروش، المهم ما نخسروش. إذا ربحنا هي معلم. ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الجابوني. شوف الدور التكتيكي الدفاع اللي يعمل فيه خليفة ويعاون فيه شمام، روح التكاتف، روح المجموعة. شمام يخليش يتعدى والكرة تبقى ركنية. شكل التماس يقول خليل، لكن الحكم المساعد يقول ركنية لبرونو زيتا اللي يلعب في الدوري البيلاروسي ضمن صفوف دينامو مينسك. هو امباما انجوي، لكن هو برونو زيتا اسمه متاع 50 حرف. ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الجابوني. يمشي برونو زيتا يلعب كرة حذاري وترجع ملعيفة. بدينا نقبله في اللعب، والمساكني، المساكني تحت الباس. يلا يا الساحي، يلا جمال الساحي يخرج كرة منتخب التونسي. نطلع بالكرة، ممتاز، والكرة منتخب الوطني، برافو مساكني. عدي الكرة الآن، ورقة صفراء. عدى الكرة الحكم غير ورقة صفراء. هذه ورقة صفراء الحقيقة. هذا 30 دقيقة لعب في الشوط الأول، على كل حال إن شاء الله ما يعملش يعني أخطاء تؤثر على نتيجة المباراة. أما هذا باش يعطي توش زايد وكفران ناقصة، يعني بالنسبة لي أنا ما تفرقش. المهم ما يأثرش على نتيجة المباراة. ضربات جزاء، كروت، هدف ملغي، هذا اللي نخاف منه. ترجع بالكرة مرة ثانية عن طريق 22 من اللي صار شارلي موزونو. هو الكرة تمشي وعندنا الذوادي، يا حبيبي الذوادي باليسار، الذوادي واليمين المساكني، وفي الوسط يحيى. تونس صعيبة عليك يا الجابون. ترجع الكرة عندنا الذوادي، صحيح نسيتوا في التسميات السابقة في الكوادر بتاع الفريق. ترجع الكرة مرة أخرى، انساك الموت يا زو. والكرة ترجع مرة ثانية في 34 دقيقة لعب عن الشوط الأول. هنا الحديث عن بداية الكان رسميا الأولاد. شوط أول ممتاز. ترجع الكرة مرة ثانية، والكرة ترجع بالرأس. حذاري سايبه، ما يعمل شيء بعيدة. حتى يكون السقيم قرنيطة ما يجيبهاش. المي ضيع كرة، فرصة أو محاولة، ليست فرصة، نقول محاولة، مناوشة من المنتخب الجابوني. ورد بالك، رد بالك يا راجل، حتى واحد ما يكون وراك في ظهرك، حتى واحد ما تخلي في ظهرك. شوف القوة البدنية، شوف الرأسية. والكرة ترجع للأوت التونسي عن طريق رامي الجريدي. ترجع كرة منتخب التونسي. 35 دقيقة أداء طيب، خاصة 25 دقيقة الأولى لعبنا في نيفو كبير برشا. الآن رجعنا تقريبا للستايل نتاعنا نتاع ماتش المغرب، نستناه ونحاولوا نسحبوا الفريق الجابوني ونباخدوه. أرجع كرة مرة أخرى، أرجع بالراس عن طريق جمال الساحي. الساحي يخسر كرة في الوسط، ترجع كرة خطأ، حكم قال ألعب، كسر له وجهه ألعب، مش مشكلة ألعب. الكرة تمشي للفريق الجابوني. لا يا عبد النور نلعب في تولوز، ما يعملش هكا. والراسية وبرا نلعب في تولوز يا صاحبي. ترجع الكرة مرة ثانية للمنتخب التونسي. هنا الكرة وهنا المراوغة وهنا التوزيعة وهنا الراسية. كرات بالراس مبدئيا عندنا الشانس معاهم. ولذلك المنتخب التونسي وكتيبة سامي الترابلسي يسير المباراة بطريقة جيدة جدا. الآن في انتظار القادم. تونس أخطر في الشوط الأول، تونس أفضل في الفترة الأولى، وجماهير الكامرون تساند الجار الجابون، ونحن أجوارنا يساندوننا أكيد من أجل أن نمثل المنطقة وأن نشرف العرب رفقة الأشقاء من السودان. ترجع كرة منتخب التونسي، تمشي مع الكرة عن طريق وسام للساحي. الساحي خرج كرة بعيدة الشمام، يجري ورا الكرة، يحصل كرة لضربة مرمى، ضربة مرمى للجول كيبر ديديي أوفونو على طريقة تصفيرات ترباتوني. هدي الآن فما ريتم كبير. المنتخب التونسي 6-7 تغييرات الآن. التورنوفر الإفكتيف الكل دار، هذا اللي عمله روجيلو مير ومعلول في 2004 في الكال ماتش الأخير ضد غينيا لما بدلنا الفريق كامل بعد ما ترشحنا. ثم 2006 أيضا ولو كانت كارثة ماتش غينيا اللي بدل فيه 7 ملعبية ولعبنا مع نيجيريا بدل أن نلعب مع فريق أسهل. على كل حال ترجع كرة منتخب التونسي، يمشي يوسف المساكني يحط كرة منتخب الوطني، تمشي عن طريق عصام جمعة. يلا يا عصام عصام يحط كرة الجمال، والسيحي يرجع للراقد، والراقد يحط في الكلوار تتهيأ الكرة بوسعيدي يلعب 1-2. ترجع منتخب التونسي، كرة ممتازة في العمق تتهيأ الكرة، فماش خطأ ما يعطيكش.
ما يعطيكش حتى لو فاهم ما يعطيهاش. دانيال كوزان، كوزان ما يتعداش المنتخب التونسي. فما انزلاقات ارضيه، انزلاقات ارضيه تلعب في الغابه، تلعب في الغابه يا حبيبي، محاط بالاسود والنمور والفهود، ولكن نحن فوق، نحن من الفضاء ناتي بقوه النسور وننقض على الخصوم. البوسعيدي ورقه صفراء، لا تتقلقني الان الورقات الصفراء، لانه فما مساج من الحكم نومادياز يقول لهم يا تونس العبوا بريتم عادي وسلكوها تعادل، راني باش نذركم بالكروت. اوكي يوقفك هو بالاوراق، لارير دروا ولارير غوش، والكره تمشي للمنتخب الجابوني. تتهيا مره ثانيه للمنتخب التونسي وسط الميدان اليوم الحقيقه بالصيغه هذه متاع ثلاثه، ولو ممتازه جدا، ولو نحكي في الشق الدفاعي وفي الشق الهجومي، يعني لما نفك الكره نلقاو رواحنا قويين، ولما نمشيو في التنشيط الهجومي نلقاو رواحنا باهيين. المنتخب التونسي عن طريق المنتخب يمشي المساكني، المساكني أربعة ضد أربعة، المساكني 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 حط كرة. أوه يوسف، لا زاد هذه الكرة يوسف، زاد هذه الكرة، كنت تلعب مع أصحابك. يمشي برونو زيتا، برونو زيتا، يمشي أوباميونغ، أوباميونغ يتحرك تلقاه في الكولوار من اليسار، دانيال كوزا، ويدخل المنتخب التونسي عبد النور في خطأ، في خطأ لمنتخب الجابون في الدقيقة 38، في الدقيقة 38 القائد دانيال كوزا يحصل كرة. هنا الكرة وهنا التاكل طبعا مع انزلاق الارض يلعب عبد النور، والكرة يقول فيها الحكم خطأ، خطأ للمنتخب الجابوني، فاول لمنتخب الجابون. اجواء مثيرة جدا في استاد فرانسفيل، على فكرة هذه المجموعة هي اللي شهدت اكثر تهديف 13 هدف بعد جولتين، وعلى فكرة ايضا هذه المجموعة شهدت اقوى المباريات، تونس المغرب، المغرب الجابون، والشوط الاول حاليا تونس الجابون لليوبار. حذاري من هذه الكره، حذاري من الكره الثابته. برونو زيتا يلعب الخمسه، ايكويلي مانجا يلعب في لوريون الفرنسي. منتخب الجابون الاولمبي تالي اول مره في تاريخ الاولمبياد لندن بعد الفوز ببطوله افريقيا في المغرب، يهزموا الاسود في النهائي، اسود المغرب هدفين لهدف. اذا كره ممتازه طالعه صاعده في افريقيا، والكره مرت سليمه، مرت سليمه، ضربه مرمى رامي الجريدي، مرت سليمه ضربه مرمى لرامي الجريدي. الان ان شاء الله نتعبوهم في الدفاع ثم ندخلوا لاعبين في الشوط الثاني ممكن يعطيك البلوس، ممكن عندنا العلاقي، عندنا خاصه نفكر ذوادي في الرواق، ذوادي في مكان خليفه في الكولوار، وخاصه الشيخاوي او الدراجي اللي لازم ياخذوا وقت لعب، لان الربع النهائي ما عادش عندنا، ما عادش عندنا تصليح، وما عادش عندنا تبديل، وما عادش عندنا تفكير، لازم تكون افكارنا واضحه من الان. تصور في الشوط الثاني ممكن يخرج عصام جمعه، يرجع الصابر خليفه اون بوانت، ويدخل الذوادي في الرواق مكان الصابر، يمشي بالكوره هو للمنتخب التونسي، تمشي الكوره للمنتخب الوطني. تاريخيا على فكره المنتخب التونسي ولا مره ربحنا البلد المنظم في الكان، يعني عام 62 خسرنا من اثيوبيا، عام 63 تعادلنا مع غانا، عام 78 خسرنا السيمي فاينل هدف عبد الرزاق من غانا، كان الكوتش وقتها سي مجيد الشتالي، عام 82 خسرنا من ليبيا، عام 96 خسرنا الفينال مع البافانا بافانا، عام 98 خرجتنا في الربع نهائي بينالتيات البوركينا فاسو لي زيتالون، ثم عام 2008 لا 2008 ما لعبناش مع غانا، اخر مره نيجيريا 2000، اخر مره نيجيريا 2000 وخسرنا 4-2. اذا المنتخب التونسي ولا مره في مشاركاته ال 15 في الكان تمكن من الفوز على المنتخب المنظم المستضيف للدوره. لكل حكاية بداية ونهاية، هكذا هي الحياة، مداولة بين الأيام، ومداولة في الأسماء، ومداولة لكل مكان وفي أصل زمان. لذلك نتمنى أن يكون زمننا هذا 2012 من أجل الركور يا سامي. تمشي الكرة المنتخب التونسي، أرجع الكرة للتماس للمنتخب الوطني. شوط أول ممكن نقسمه وجهين، 25 دقيقة المنتخب التونسي لعب على المباغتة، وانتظرتنا الجابون دفاعيا مثل المغرب، مثل ماتش المغرب، لكن جزفنا بالاتاك وتقدمنا وضغطنا القدام، ثم بطبيعة الحال فما حسابات وفما تقسيم الماتش لفترات. في العشرين دقيقة الثانية المنتخب التونسي استنى في وسط ميدانه وحاول يلعب على الكونتر، ممتاز الدفاع، ممتاز يا الراجل، بارك الله عليك يا حسين. ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق الشمام، يمشي الشمام، شمام الكرات الطويلة هذه مشكلتنا، كي مرة كنا نلعبوا في الكرة واحدة واحدة ونطلعوا، تعبتوا، اقلقتوا. ترجع الكرة مرة أخرى المنتخب الجابوني عن طريق الحارس، حارس لومون ديدييه اوفونو، يمشي الكرة من ديدييه اوفونو،
42 دقيقة لعب في الشوط الأول. كرة تمشي طويلة. نعرف وقت عشاء الآن في تونس الثامنة ليلاً. الجمهور يعني في الأشواط نأكد لك التواصل الكل باش يتعشاو بين الشوطين وبعد يرجعوا للماتش. إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله مربوحة. وحده وحده برافو الراقد. برافو يا حسين. الراقد اليوم فايق بهم. ترجع كرة عن طريق مويلي. يمشي ادموند مويلي يلعب في المانجا سبور، يلعب في الدوري المحلي على فكره. ثلاثه محليين وثمانيه محترفين اليوم في تشكيله الجابون، تشكيله ترور. الكره ترجع للمنتخب التونسي. شوط اول في المطلق ممتاز، ممكن شفتوا احسن شوط للمنتخب الوطني في هذه البطوله منذ انطلاقه الكان، احسن ماتش. وان شاء الله نكملوا في هذا النسق التصاعدي. ترجع الكره عن طريق خليل شمام. شمام يرجع بالكره للمنتخب التونسي. تهرب بيه، تهرب بيه. امشي يا عصام، امشي يا عصام. عصام جمعه والحكم يقول تماس للمنتخب الوطني. نعم تونسيه، هي تونسيه. ترجع الكره للمنتخب التونسي. هدف الان يفرق معانا، هدف الان يفرق معانا في اخر دقيقه بالشوط. يمشي للتنفيذ خليل شمام. ما طلعش برشا على فكره شمام او البوسعيدي، طبعا لانه قوه المنتخب الجابوني في الكلوار في الاجناب، لذلك يحتاط هذا المنتخب الوطني. وكرة تضيع على الصابر خليفة. ضاعت الكرة على الصابر خليفة. لابد أن نستثمر كرة ثابتة، لابد أن نقترب للحارس أوبونو بالكرات الثابتة. هو الشوط الأول يوشك على النهاية. حذاري من آخر دقيقة، حذاري من آخر دقيقة. إن شاء الله نتمنى وندعي أنه فا وقت البهتة. حذاري حذاري حذاري. ترجع الكرة للمنتخب الجابوني عن طريق الحارس ديدي أوبونو. صفر الجابون، صفر تونس. يمشي كرة ملعوبة طويلة لمن الراسية. ترجع كرة. أول مرة على فكرة المنتخب التونسي في بطولة إفريقية خارج تونس يسجل فوزين. في 98 في بوركينا فاسو عملنا فوزين، هو دورة مصر 2006 ربحنا ماتشين. هذه المرة الثالثة اللي نكسب زوز لقاءات في بطولة الكان، وإن شاء الله الثالث في الطريق. إن شاء الله الثالث اللي يهمنا الحقيقة هو يوم الأحد. يوم لحد هذاك طرحنا، هذيك مباراتنا، هذاك عمرنا، هذيك الشانس بتاع المنتخب التونسي بالذهاب للكان وموصلة الحلم القاري. لا يا صابر، صابر الراقد موجود، هو الراقد برشا ميسباس الان. المنتخب التونسي الحقيقة كيما نعطيه حقه، الان لابد ان ننتقد النقد البناء. عندنا دقائق المنتخب التونسي افقدك الحماس، افقدك اللعب على الارض، افقد نطلعوا بالكورة باس باس، كورة كورة، لمسة لمسة وهمسة همسة. لازم نرجعوا نلعبوا، لازم نرجعوا نلعبوا. الكرة تمشي من أوفونو. الشوط الأول مش مشكل، صفر لصفر. وإن شاء الله في الشوط الثاني عندنا إمكانية خطف المباراة. فما أوراق وكوارث للمدربين الاثنين. هم عندهم إنجيما وعندهم اللاعب مولونجي. وإحنا عندنا أيضاً أكثر من لاعب، أوباميونغ. أوباميونغ حذاري، أوباميونغ والدفاع. والكرة تمشي خطيرة والحارس، والحارس والحكم زفرها. الحكم زفرها، الحكم زفرها. خلفيه ثور جابوني مسير. حذاري حذاري حذاري. هذه الكرة نتاع الراقد هنا ما فاقش بهم الراقد. ترجع الكرة بهدية من حسين الراقد. وكان ممكن المنتخب الجابوني يصنع فرحة الهدف الأول. هنا كانت واضحة الحقيقة، كانت من الواضحات الفاضحات. يعني لو قبل هدف مثل هذا عاد كيف. ترجع الكرة، برافو. شوف القتالية نتاع الولاد، شوف القتالية نتاع رامي الجريدي. وهو طايح شوف رامي ايش يعمل. صعيبه برشا باش يعاود يفيق راهو يعمل لك يعرض ساقيه مره اخرى. هنا الجرينتا نتاع الاولاد، هنا نروح شوف شوف شو يعمل رامي الجريدي. ممتاز رامي بالروح هذيا، ان شاء الله ربي يوفقنا. الاولاد المهم يعطيو ما عندهم. اذا دقيقتين وقت بديل. النتيجه هنا 0 0، هي النتيجه الاقرب للشوط الاول. ولكن ننتظر اخر كوره، اخر دقيقه. كرة تمشي طويلة من رامي جريدي، رامي جريدي، عصام جمعة. خسرنا وسط الميدان في الجزء الثاني من الشوط. ترجع الكرة المنتخب الجابوني. برونو زيتا، برونو زيتا. تمشي كرة طويلة. ترجع طريق البوسعيدي. يمشي ليس البوسعيدي. هو المنتخب التونسي وسام يحيى. يحيى للعيفة، هو العيفة. يعمل ديجاجمون للحارس. تمشي كرة طويلة عن طريق رامي جريدي. عصام جمعة. يقاتل عصام جمعة الهداف التاريخي لمنتخب النصور، 27 هدف. تفوق على شقرون. والكرة ترجع بالراس، جمال الساحي. برافو برافو، ممتاز. وين ماشي؟ وين ماشي يا خليفة؟ والكرة ترجع عن طريق أوباميونغ. أوباميونغ
يا ولدي هزوا لفرانسفيل، هزوا لليبرفيل، ما تجيبهوناش البير خليفة وقصر هلال والمدن التونسية، هزوا معاك، هزوا معاك لمنطقته. مش ممكن، مش ممكن هذه الكرة. الشوط الأول سينتهي 0-0. شوط 25 دقيقة روعة، 20 دقيقة رجعت مشاكلنا في صناعة اللعب ونقبله في اللعب. إذا الشوط الأول في المطلق جيد، أفضل شوط ممكن المنتخب التونسي في البطولة. الجابون 0 تونس 0، هذه حكاية شوط بانتظار الشوط الثاني. ماتش المغرب كملنا الفيرست هاف 1-0 القربي، ماتش النيجر متعدين 1-1، هدف تونس لمساكني اليوم لأول مرة ما نسجلش في الشوط الأول، ولكن لننتظر الشوط الثاني السيناريو الأحلى. هذا ماتش واحد بلاش، هدف عصام جمعة في الشوط الثاني بإذن الله. هكذا نتمنى وهكذا تدعون وهكذا تقولون يا رب إن شاء الله. إذا أصدقائي المشاهدين استعيد الكلمة والصورة، هنا الشوط الثاني في تفاصيل تحديد صدارة المجموعة وملامح الجروب الثالث في إطار الكان رقم 28. هنا العيفة والبوسعيد يتحاوران، فما روح كبيرة للأولاد، فما معنويات مرتفعة. مادندا يدخل الآن، طبعا المدرب رور أكيد حس بالخطر، حس أن المنتخب التونسي ناوي على الربح وبالتالي خاف شوية. الآن باش يدخل اللاعب رقم 14 في التشكيلة، وهو اللاعب مادندا ليفي. مادندا 19 سنة، يلعب في نادي سيلتا فيغو. رقم 14 سيدخل الآن في تشكيلة المنتخب الجابوني. تشكيلة الجابون قبل هذا التغيير هي أوفونو، ثم عندنا مويلي، عندنا موسونو، عندنا اللاعب أبانجا، برونو زيتا، أندري بيوغو، مي خرج يدخل الآن موندندا، هو يلعب ايضا مع 10 داني كوزان، 9 اوباميون. بالنسبه لتونس رامي جريدي البوسعيدي، هو الشمام على الكولوار، وسط الدفاع العيفه وعبد النور، وسط الميدان الثالوث الرائع جمال الساحي وسام يحيى حسين الراقد، والهجوم صابر خليفه عصام جمعه يوسف المساكني للمنتخب الوطني التونسي. اذا مادندا هو اللي يدخل الان التغيير الاول من قبل الرور بانتظار تبديلات الناخب الوطني الكوتش سامي الترابلسي. الشوط الثاني مهم جدا، الشوط الثاني تتحدد فيه الملامح، وكما نقول المطلب الاول هو عدم الخساره، اذا ما امكناش نربحوا ما نخسروش. باهيه بالنسبه للناحيه المعنويه، نحافظوا على هذه النتائج الايجابيه مع منتخب محلي منتخب جابوني. اذا جاء الانتصار طبعا خير وبركه، والكره تمشي ليحيى. المهم نحاولوا نرجعوا نلعبوا في الشوط الثاني على الاقل فتره قصيره اللي بدينا به الماتش ضد منتخب الجابون في فرانسفيل. يمشي بالكره عصام جمعه، عصام جمعه المساكني، المساكني كره في العمق تتهيا، لكن الدفاع يتصدى، يرتبك الدفاع الجابوني، يخوفوا في الكرات العاليه ويخوفوا عن طريق اوباميون، لكن الدفاع نتاعهم عنده مشكله ممكن يستغلوه. يرجع كره منتخب التونسي، ضاعت الكره عصام جمعه والمساكني. معنا برشا حلول في الهجوم، ان شاء الله يوسف ايضا ما يتاثرش بالاخبار المؤكده عن مطالب ليل ووصول مبلغ الى 2.5 مليون يورو. المهم ان شاء الله نجاح اللاعب والاختيار السليم، خاصه وراه اداره قويه وراه ايضا والد حقيقه كوارجي يفهم الكره. وهنا غريبه، غريبه برشا، غريبه برشا، مانيش نسميك يا حكم لانه يعني زايد دومانديز زايد ولا زايد. ترجع الكره مره اخرى للمنتخب الجابوني، قلت لك مش يعطيك حتى كفرون على ال 18، مستحيل انساها. ترجع الكرة طويلة للمنتخب الجابوني، بيل العيفة يمسك الكرة، على مع الراقد، برافو، يمشي مع الراقد، الحقيقة مشكل كبير باش تعمل سامي، لأن الملاعبين اللي لعبوا اليوم في الوسط أيضا شيء كبير، بصراحة الراقد على مستوى الدفاعي هو جمال الساحي، الكرة تخرج نظيفة، والباسات بتاع جمال اللي ممكن أول مرة يلعب مع هذه الأسماء، هذا شيء مبشر بالخير، والتنافس في المنتخب في الأربع أيام القادمة سيعطينا منتخب بإذن الله اللي نحبوه في ماتش غانا أو غينيا أو مالي. ننتظر الترشيحات للمجموعة الرابعة وننتظر نتيجة الليلة هذا المساء اليمنى ضد فرانسفيل، واللي يجي مرحبا به، اللي يحب يربح الكان يزم يربح الناس الكل. حذار يا العيفة مع عرضية الميدان، لازم تقرأ حسابك. والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق الخطير أوباميونغ، لكن ما يظهرش، نقطع الكرة التونسية، ترجع منتخب التونسي 1-2 ممتازة، يهرب عصام جمعة، يهرب جمعة، تحط كتفك يا عصام، والكرة تتهيأ لمساكني، لمساكني راجع كرة عن طريق البوسعيدي، بوسعيدي عصام جمعة، عصام جمعة يسدد والدفاع خسارة، خسارة كرة كبيرة منتخب التونسي. صابر خليفة نجمو نسجلو وباش نسجلو بإذن الله. ترجع كرة منتخب الوطني عن طريق الراقد، الراقد داوى الكرة، برافو برافو يحيى، يحيى عن طريق الساحب،
الساحي يعمل بافس الميدان تخرج منه كل الكرات، يعطي باس ممتاز لكره خليفه، يا خليفه ممتازه لكن تسلل على عصام جمعه، تسلل على عصام جمعه في ثلاثة دقائق لعب من الشوط الثاني. يا عصام هذه الكره وهذه المحاوله وانا تسلل 10 متر في الاوفسايد، 10 متر وعامل خيمه ونصب عصام. ترجع الكره مره ثانيه للمنتخب الجابوني، كره المنتخب الجابوني 0-0. الولاد مش مقصرين، ما نخافوا من شيء بيني وبينكم، نقول لكم كتوانسه نخافوا لنعملوا الماتش الكبير اليوم وماتش لحد لا قدر الله، شويه شويه يعني نطيروا العين اليوم. ترجع الكره نلعبوا لكن ما نلعبوش برشا برشا، خليها الكاردو فينال الربع النهائي، لكن نربح اليوم ان شاء الله نربح اليوم. يمساكني يمشي يوسف المساكني، المساكني يراوغ الاول يوسف المساكني، يحط الكره مره ثانيه عن طريق الراقد، بدل الراقد حسين للبوسعيدي، عاوننا اكثر يا انيس، يمشي انيس البوسعيدي، انيس البوسعيدي عاد كره وسام يحيى، وسام يحيى اللاعب السابق للنادي الافريقي، يمشي بالكره للراقد والراقد المساكني والمساكني بعدها شويه بعدها شويه. ترجع الكره عن طريق خليل شمام، خليل شمام يرجع بالكرة وسط الميدان عن طريق عبد النور، عبد النور للراقد، والراقد يحط الكرة لعيفة، بلال عيفة 4 دقائق لعب شوط ثاني، نعاودوا نشدوا الكرة، نعاودوا نشدوا المنافس في مناطقه، ممتاز وسام، يحيى يا ولد، ترجع الكرة من جمعة الكنترول يحطها على صدره، والكرة ترجع التماس لمنتخب النسور، الله يا قرطاج دائما نسورك عالية، هو التسمية غريبة الحقيقة نسور قرطاج حتى الجمهور التونسي والعربي. راه ما عندناش نسور في بلادنا، يعني جغرافية تونس ومناخ تونس ما عندناش نسور، يعني ما فهمتش علاش خرج الاسم هذا نسور قرطاج واحنا ما عندناش نسر او نسور في تونس. ترجع كرة عصام جمعة، عصام جمعة يعني عندنا اللي ما عندناش الناس الكل اللي ما عندناش، ممكن فما في اماكن اخرى لكن اللي في تونس دائما استثناء دائما استثناءات. ترجع الكرة مرة أخرى، أنا بدي أو شوية من الارتباك واللي تنعنعن، يلا عنعن يا منتخبي نصوري قرطاج. 5 دقائق في الشوط الثاني، هنا فرانسويل هذه غابة الجابون وهنا النصور يعني يسيطر على الفهود. ترجع الكرة جابونية، ترجع الكرة للحارس أوفونو، أوفونو يمشي بكرة طويلة وين الراس، ها موجود عبد النور، عبد النور والكرة في الأوت لمنتخب الجابون. 5 دقائق 6 دقائق لعب في الشوط الثاني، النتيجة 0-0. ترجع الكرة عن طريق اللاعب إيكويلي، هذا إدموند مويلي رقم 3، الآن إيكويلي مانجا توصل الكرة للخمسة، مانجا يحط الكرة لموسونو، يلعب الكرة مرة ثانية، يضغط عليه يوسف المساكني، يمشي يوسف يزلق، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق اللاعب مانجا خطيرة وأوفسايد. تسلل المنتخب التونسي، حذاري حذاري من هذه الكرات الطويلة في ظهر مدافعينا، حذاري من أوباميونغ. كرة ستعود للمنتخب التونسي، 6 دقائق في المطلق، نقول تحكيم لحد الآن جيد في البطولة وفي مستوى هذه المباراة أيضا. ترجع الكرة عن طريق بلال العيفة، بلال العيفة المنتخب الوطني التونسي، تحط الكرة لمنتخب نصوري قرطاج، تتهيأ الكرة مرة ثانية عن طريق الراقد، يمشي حسين الراقد، حسين الراقد تمشي المنتخب التونسي، يدخل صابر خليفه، صابر خليفه يمسكني، المساكني صابر ما تعداش، المساكني يرجع بالكره للمنتخب التونسي، كره مره ثانيه تتهيأ للنصور عن طريق جمال الساحي، الساحي عطوا الكره واحده واحده، تيجي تاكا دقه دقه، امشي لقدام، يلعب الكره عن طريق يحيى، يحيى يطلب الكره بوسعيدي، بوسعيدي يمشي للراقد، والراقد يلعب كره بعيده، ترجع مره ثانيه، حذاري من الكونتر اتاك، حذاري المرتده وينه؟ ها الكوفرتير موجود العيفه، بلال العيفه والكره التماس لمنتخب الجابون. المنتخب التونسي بامكانه الفوز، بامكاننا نفوز اليوم على الجابون، احسن فريقنا من منتخب الجابون تقريبا في ساعه لعب من ماتش فرانسفيل، هنا حكايه الكان والماتش الثالث. على فكره تونس لم تفز بالماتش الثالث والاخير في الدور الاول في افريقيا من عام 2000، لما في مدينه كانو يوم 1 فيفري 2000 في كانو النيجيريه ربحنا الكونغو 1-0، هدف ترشحنا به للربع النهائي بهدف راضي الجعايدي. منتخب التونسي من وقتها الماتش الثالث في المجموعه ما نربحوش، 2002 تعادلنا مع السنغال بنالتي ضيعها بن عاشور، 2004 تعادلنا مع غينيا 1-1، 2006 خسرنا من غينيا 3-0، 2008 تعادلنا مع انغولا 0-0، و2010 تعادلنا من الكامرون 2-2. معلومه اخرى، المنتخب التونسي في تاريخه تصدر الجروب 4 مرات فقط في 15 مشاركه، 65 في تونس، 2004 في تونس ومرتين البرة، 98 في بوركينا فاسو، 2008 في دوره انغولا أو دورة غانا. حذاري حذاري من الكرة، حذاري تسديدة
وكرة يا ستار، كرة يا ستار يا مانع الأخطر، كرة من رقم ثلاثة إدموند موالي. شوف الكرة تدور مليح، أول فرصة فنية للمنتخب الجابوني، الانطلاق من الأطراف يهرب على الشمام، الكرة تتسدد، الحارس باتيو نقولوا بلغة الكرة، معناها لو جات في الشبكة جول. ركنية يخرج الكرة عبد النور، ضربة زاوية يرجع يضغط منتخب الجابون، والكرة ترجع للفريق التونسي، ترجع مرة ثانية جابونية في التماس. 9 دقائق لعب في الشوط الثاني، هنا فرانس فيل 0-0، منها نحدثكم ومنها نتأمل في انتصار، ومنها نطمح بصدارة، ومنها نطمح فيما هو أهم، الكان يوم 12 من فيبري 2012 إن شاء الله في ليبروفيل الفينال. ترجع الكرة مرة ثانية في وسط الميدان، ترجع من الراقد، الراقد عبد النور، ارتباك، ارتباك آخر، ارتباك آخر، حذاري حذاري أيمن عبد النور، حذاري حذاري، كرة ترجع لفريق الجابون، قلت خطورة الجابون، كرة العالية، وإذا عندهم شانس باش يسجلون لا قدر الله هي الكرات هذه ركنية ومخالفة، لذلك حذاري من طول قامة والقوة البدنية للجابونيين. تمشي كرة ترجع بالرأس، حذاري بعد الكرة بوسعيدي، خرجت السلامات، كرة جابونية، ترجع مرة ثانية، ما فيش تسلل، وينو الشمام في الكلوات، كرة تمشي يتقدم يوزع كرة، والحارس صعبة جدا، مرت سلامات، مرت سلامات، والشمام يتفاجأ، والشمام يخسر الرهان في هذه اللحظة. كانت كرة خطيرة جدا، شوف الدفاع، شوف الدفاع، شوف شمام الآن وين كان، كان في وسط الدفاع تقريبا، كرة ترجع خطيرة ضربت في الحيفة وخرجت. يهيج الجابون الآن، يهيج الجابون بهذه التغييرات ودخول لاعب ماديندا، ماديندا يعطي حلول، ترجع كرة بالراس، الكرة العالية عند ولادنا، ترجع مرة ثانية جمال الساحي، يلا واحدة كونتر أتاك، يلا يلا يوسف، يوسف المساكني، فيها خطأ، فيها خطأ، فيها خطأ طبعا، الكل تفطنوا ليوسف، وهذه صعوبة كبيرة وضغط كبير على الكاهل وعلى الثقل اللاعب يوسف المساكني. هذا هو يوسف المساكني اللي حصل خطأ، ممكن الآن تغيير أول يقترب بالمنتخب التونسي. يرجع الكرة المنتخب الوطني عن طريق الراقد، الراقد يرجع بالكرة في وسط ميدان، يحيى للعيفة، كرة من بلال، يمشي من بلال العيفة، العيفة يرجع بالكرة، يلزم نديو اللعب مرة أخرى، يلزم نرجع نتحكموا في الريتم، عندنا الشانس باش نربحوا، والكرة تمشي بوسعيدي، يحاول بوسعيدي، جيبها بوسعيدي الآن، التاكل بوسعيدي، وفي خطأ، في خطأ، استعمل يديه هنيس لاعب روستوف الروسي، خطأ ضد دانيس البوسعيدي اللاعب السابق للملعب التونسي، ومن أشبال خميس العبيدي في 2001 في تونس دورة المتوسط، والميدالية الذهبية لمنتخب الكرة، سيمي فاينل تاريخي، هدف في الجولدن جول لسليم بن عاشور في ماتش تركيا، ثم في النهائي بينالتي الزيتوني اللي ربحنا بها ايطاليا من اجل ذهبية الميديترانيان جيمز. ترجع الكرة مرة ثانية، ترجع بالراس من عيفة، الكرات العالية لما يطولوها ما يلقاوش معانا رواحهم، والكرة ترجع من جديد عن طريق الراقد حسين بغطاء دفاعي من اللاعب عبد النور للحارس، رد بالك يا رامي، رامي الجريدي يحط كرة طويلة، ترجع منتخب التونسي، وسام، وسام يحيى، اوه ناخذ كرة، امشي عصام جمعة، خسارة، خسارة اللمسة، خسارة، كل ما نضغطوا على الفريق الجابوني يضيعوا، كل ما نضغطوا على المنتخب الجابوني ما عادش يعرف كرة أو يلعب الكرة، ترجع بالراس، كرة العالية، تبارك الله عبد النور، تبارك الله اليوم الروح، ماتش انجاجمون كبير برشا، والكرة منتخب الجابوني السرعة وترجع لتونس، ترجع كونتر أتاك، امشي يا الساحي، جري يا الساحي، جري يا جمال، جمال الساحي، لاعب ممتاز، لاعب مهاري، جمال الساحي، تخرج كرة لمساكني، لمساكني للساحي، والساحي يوسف، يوسف يغسل كرة، يرجع يوسف، والكرة ترجع مرة ثانية للمنتخب الجابوني، ترجع الكرة ماديندا، ماديندا يوزع كرة، والكرة تخرج ضربة مرمى، خرجت ضربة مرمى، رامي جريدي على الكرات العالية، مشكل كبير الحقيقة، ولكن لازم نعذروها، والماتش رسمي لرامي جريدي، أول كان بالنسبة لرامي، هنا تأخر في الخروج، وهنا يعني الحمد لله أن كرة ماديندا كانت طويلة على لاعب أوباميونغ، والعيفة كان مع أوباميونغ. كرة ستعود للمنتخب التونسي في 0-0 حاليا، المباراة تتواصل في هذه اللحظات، على فكرة اللقاءات الأخيرة لهذه المجموعة لحد الآن في غياب التهديف، وهي المجموعة اللي شهدت أكثر أهداف منذ الانطلاق بعد جولتين، 13 هدف
حاليا تونس جابون 0-0 وايضا المغرب النيجر 0-0 في استاد لاميتيه هناك الصداقه في ليبروفيل. تمشي كره طويله من رامي جريدي ترجع لعصام، عصام يحط كره بوسعيدي، بوسعيدي جمال الساحي ممكن نضربوهم في هذه الكرات الاولاد. يمشي وسام يحيى، رد بالك من الاوفسايد، رد بالك من الرجوع. تمشي كره وسام يحيى، يحيى اللي مساكني يرجع مره ثانيه عن طريق الراقد، والراقد كره تدور على الارض ممتاز، كره حلوه برشا. يلا شمام الكنترول، يلا يا شمام والكره ترجع لمنتخب النصور. نصور قرطاجي حصل ركنيه، الركنيه رقم 4 المنتخب التونسي. الان وقيد بونتو الاولاد، الكره ترجع ركنيه وتماس، تماس من خليل شمام. ارجع الكره مره ثانيه عن طريق الساحي للشمام، شمام يعمل الكروس، كره بعيده ستعود من ضربه مرمى للحارس اوفونو. طبعا نزول الامطار ساهم بان الارضيه تكون سريعه وان الكره تجري اكثر من العادات، هذا معروف في كره القدم. وبانجو قال له ملا تونس، يا اخي العامين هذوما هاجوا علينا من الشمال الافريقي، فهمت، وعملوا تاريخ وكتبوا ثوره وكتبوا بطولات، وهاني سمعت في الباسكيت والفولي والهونغ، خمسه وخميس علينا يا البانجو. ترجع الكره مره ثانيه عن طريق الحارس، يمشي الحارس اوفونو، كره ترجع من اوفونو، دقيقه 14 من زمن الشوط الثاني، هذه فرانزويل ومنها 0-0. ترجع كره بالراس دانيال كوزان، خرجت له اوت، تماس لتونس، مدافع مليح وسط الميدان يتحرك مليح، مازال الهجوم يتكلم وينطق، انطق يا عصام او انت يا خليفه او انت يا مساكني. سجل النصور. تمشي كره بوسعيدي لوسام يحيى، في النصف، كره بعيد على الساحي، حذاري من هذه الكرات، دوسيان بالي ياخذها منتخب الجابون الان، ويلعب كره طويله، بداوا يطولوا في اللعب، واللي يطول معانا اللعب ما ياكلش معانا خبز، اللي يطول مع تونس اللعب ما ياكلش خبز، ما يربحش، لانه مثل هذه الكرات مع انتباه مدافعينا الامور تبدو جيده جدا. المنتخب التونسي يبشر بكل خير بعد ساعه لعب في ماتش الجابون. الان بعد خمسه ايام عن الماتش اللي نحبوه، الماتش اللي بالفعل هو اللي حاجتنا به، ان شاء الله ما تكون النتيجه اليوم، نقول كجمهور كصحافه كمحللين نقفوا مع المنتخب الوطني نقولوا الحق، لكن ايضا نرفع ونشحن اللاعبين معنويا، لانه يعني تعرف التونسي يحتاج الى الكلمه الباهيه، الثقه انه بالفعل انك تقدر. الكان يا بوسعيدي، ترجع الكره على خطا ناصر بوسعيدي، عنده صفره، لازم يرد باله، لازم صفره اولى، وهذه كره خطيره، كان ممكن الحقيقه يخرجوا كارت احمر، رد بالك انيس. والكره ترجع مره اخرى المنتخب الجابوني، تتهيأ الكره في الدقيقه 60، نحكي على ربع ساعه من الشوط الثاني، وما زلت ما حكيتش وما عبرتش عن الهدف الاول ان شاء الله لمنتخب نصوري قرطاج. ترجع كره وتمشي طويله، ترجع بالراس خطيره من الدفاع، ترجع مره ثانيه يخرج بهدوء المنتخب الوطني. نلعبوا برشا ثقه، يعني مورال الفوق، هذا مهم جدا. وكره طويله عصام جمعه، العب الكره، ترجع للراقد، التاكل، لكن الكره بعيده، خساره اللمسه الاخيره، ديما الحكايه نتاع الشعره. والان الساحي، يقاتل على الكره، ترجع للمنتخب الجابوني، حذاري، هذه تخوف، والحارس والهدف الاول، مش معقول، نقبل هدف بهذه الطريقه، لا مش معقول، اوباميونغ، يسجل هدف اول، غلطه في اللاكس في المحور الدفاعي، وغلطه لا تغتفر من رامي جريدي، غلطه كبيره من رامي جريدي. 1-0 هديه لمنتخب الجابون اللي سجل هدف الاول. الان صعيب برشا باش تربح الجابون، لكن على الاقل نرجعوا نتعادلوا، فرحه كبيره للمنتخب الجابوني اللي يتقدم 1-0 عن طريق اوباميونغ. خساره مش بهذا الهدف، الفريق يلعب هنا، نضربوا بهجمه معاكسه، لاكس مش موجود، ماهوش كومباكت، والكره فيها هدف غريبه، غريبه جدا من رامي الجريدي. هدف لصفر ياثر معنويا على الفريق، خاصه ياثر معنويا برشا على الاولاد، هدف بهذه الطريقه وفرحه اوفونو دي دي اوبانك. اذا تتغير النتيجه هنا في استاد فرانسفيل، النتيجة تتغير لمصلحة الفريق الجابوني عن طريق اللاعب اوباميونغ. نرجع الكرة المنتخب التونسي في وسط الميدان، نرجع بالكرة عن طريق الراقد، ان شاء الله ما يتاثروش الاولاد معنويين ويهبطوا ايديهم، لانه بصراحة الهدف هذا يقول بالتونسي حشر كيف، يعني بالطريقة هذه فريق واقف مليح، فريق تحسه قادر على مباغتة الفريق الجابوني،
ناكل هدف بهذه الطريقه الحقيقه بين الدفاع العمق وبين الحارس. كرة ضاعت في وسط الميدان مشات كونتر اتاك فما تغطيه وسط الدفاع تفاجأ. هو الهدف كان ممكن يصلحها رامي جريدي لكن طبعا ما نكثروش على الحارس، هي اخطاء داخله بكره القدم وترجع الكره الخامسه ايكويلي مانجا. ايكويلي مانجا ترجع الكره عن طريق ثلاثه ادموند موالي. ادموند موالي وخطا، خطا ممكن يعني بعض التغييرات المزمع القيام بها بالنسبه لسامي الترابلسي. ممكن يدخل الذوادي على الرواق، خليفه يولي راس حربه ويخرج واحد من الوسط ممكن لملاء، يعني عصام جمعه وخليفه معناه نوليو نلعبوا اكثر 4-4-2 لملاء. سنرى ونتابع، شوف الراقد شوف الجرينتا. بالحق الاولاد ما قصروش اليوم خساره، لكن شوف شوف معناها يا تونسي يا باهي يا تونسي يا ذكي. نخسر ماتش اليوم ما نخسرش لحد. ترجع الكره مره اخرى للمنتخب الجابوني، كره ترجع لفريق الجابون. الاداء جيد وبرشا ملاعبيه باش يعملوا مشكل لسامي ترابلس، لانهم الحقيقه ظهر بمستوى جيد 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 جدا. ترجع الكره مره اخرى عن طريق موندوندا، يوزع كره وترجع الكره ضربه ركنيه، ضربه ركنيه خرجت كره من بوسعيدي، خرجت الكره من بوسعيدي. 20 دقيقه لعب في الشوط الثاني، هدف كما قلت لك بالتونسي يعني من الاخر، يعني هدف يحش الركاب، هدف غريب وغريب. الانذارات طبعا تحذف من الدوري الاول، فمش مشكل لو منتخبنا يحافظ خاصه على لاعب واحد عنده ورقه صفراء اللي هو لعيب دخل المباراه بيه سامي. هو الكره تمشي منتخب الجابوني، تمشي كره منتخب الجابوني، خوف رامي على الكرات الطويله. هو الكره ترجع في التماس، تماس للمنتخب الجابوني. 1-0 الان، اول مره تونس تجري ورا السكور. نتمنى اداء اخر، نتمنى رياكشن من الفريق. الان السيناريو اللي لازم يحصل في بطوله افريقيا انه مره تلقى روحك كتونس متاخر في السكور، متاخر في النتيجه، ماذا سنفعل كاطار فني وكلاعبين؟ الان ننتظر الرياكشن، ان شاء الله تكون فما رياكشن من الاولاد باش تحس انه المنتخب حقيقه جاهز ذهنيا في هذه الدوره والبطوله. ماذا هناك؟ هناك انذار على اللاعب رقم 13 برونو زيتا. الكره ترجع مره اخرى اوباميونغ، اوباميونغ والتماس لمنتخب الجابون. 65 دقيقه فريق الجابون على فكره باش يمشي بعيد، باش يمشي بعيد، ليس لانه فاز على المغرب او متقدم على تونس الان، لكن فريق باش يمشي لبعيد. رغم نقولوا بامانه المنتخب التونسي اليوم وقف الجابون، وقفنا الجابون على المنتخب المغربي في الشوط الثاني، عملوا شوط كبير برشا، لكن اليوم الفريق الجابوني رابح صحيح لكن بخطا من نحن، يعني بيدي وليس بيدي عمرو. ارجع الكره من ركنيه، برشا ركنيات، برشا كرات ثابته لمنتخب الجابون واوباميون. 66 دقيقه لعب منتصف الشوط الثاني والنتيجه 1-0 تونس. المركز الاول، حلم الطليعه بدا يغادرنا، ولكن امال المران على اللقب لن تغادرنا. الى اخر لحظه سنلعب. الكره تخرج من هاوت وتماس، هذه الكره الاخيره هو التماس للمنتخب الجابوني. هدف اول في هذه المباراه، منتخب التونسي منذ الهدف تقريبا ما خرجش من منطقنا. يمشي الكره اوباميونغ، اوباميونغ تلعب الكره. مازالت نتيجه المباراه الثانيه على فكره 0-0 بين النيجر والمغرب. مفاجات منتخب النيجر للامانه تتواصل، ولو ان الفريق المغربي في ظروف اخرى يربح بالمرتاح فريق النيجر، لكن اليوم ظروف نفسيه طبعا واحباط بعد الخروج يؤثر. بينما هنا كره يخسرها الراقد، مش معقول حسين الراقد، هفوات كبيره والحارس يخطئ من جديد، مش معقول مش معقول هذه الهفوات الحقيقه من رامي جريدي. ديما ندزهم على اللعبيه لكن الحقيقه هذه الكرات شو مش معقول، اول شيء مش في مكانه، ثانيا التسديده من اوباميونغ والكره لو كان متابع من مهاجم كوزان كنا ناخذه الهدف الثاني. حذاري من هذه الكرات، كرة ستعود للمنتخب الجابوني. عندنا 5 دقائق يعني بلغة أخرى من الهدف، ما تجاوزناش 30 متر نتاعنا، ما وصلناش حتى دائرة النصف. ليست ركنية، هي ضربة تماس، رمية جانبية، تماس للمنتخب الجابوني عن طريق اللاعب مولاي. مولاي ترجع بالراس للمنتخب التونسي، والكرة ترجع من جمال الساحي، الساحي لعصام جمعة، عصام جمعة كرة تمشي طويلة، يحيى يحاول يوصل لخليفة، حاول يضغط عصام جمعة، ولكن مراوغة ممتازة من اللعبة بانجا،
أبانجا يمشي بكرة طويلة ترجع عند طريق العيفة، والعيفة الكرة الثانية ياخذها منتخب الجابون. لازم تغييرات لان سامي لازم يتحرك الحقيقة، ما فيها شيء ما فيها شيء. نعم يا حكم، ترجع الكرة منتخب التونسي، برشا تعثرات برشا انزلاقات والتسديد والحارس والحارس والهدف الثاني يضيع، والهدف الثاني يضيع. مشكل كبير، مشكل كبير الان للدفاع التونسي. لازم يتحرك سامي ويعمل تغيير، لازم شوية تغييرات في التشكيلة، روح جديدة مرة أخرى. يغلط رامي في رأيي، صحيح تقول لي شتاء، لكن شوف فما ارتباك، فما قلة ثقة الآن في إمكانياته. رامي جريدي نعرفوه حارس كبير، حارس ممتاز في الدوري التونسي من أحسن الحراس. غلطة صارت لازم يخرج من الماتش، وهذا هنا خرج من المباراة، والآن صارت كل كرة تخوفه. شوف الكرة الأخيرة المنتخب الجابوني، ضغط متواصل فريق الجابوني، سدد وكرة قريبة، كرة قريبة ضربت في العيفة، ضربت كرة في العيفة عن طريق دانيال كوزان. دانيال كوزان يرجع بالكرة، المنتخب التونسي صبر خليفة، يمشي عصام جمعة، لكن مش عامله التاكل، مش عامله، مش يغطي، مش يغطي، والحارس أصلا يخرج بونو. والكرة للتماس لنصوري قرطاج، ترجع كرة منتخب التونسي، تتهاي الكرة الشمام، يمشي شمام وفي خطا المنتخب الوطني. لابد استثمار الكرة الثابتة، لابد استثمار الكرة الثابتة. الرور يتمنى هدف ثاني لتحقيق انجاز تاريخي للجابون، الوصول للربع النهائي بثلاث انتصارات بالعلامه الكامله، ولم يتحقق ابدا في تاريخ السينجو ناسيونال. الجابون اللي وصلت افضل نتيجه في الكان ربع النهائي عام 96. التغيير الاول منتخب التونسي، يخرج عصام جمعه، ممكن الذوادي يدخل، سنرى ونتابع. اذا يدخل منتخب التونسي العلاقي، يلعب على اطراف، يلعب العلاقي ويقعد راس حرب العلاقي، لانه في الكولوار ما عطاناش الكثير. نتمنى انه العلاقي يكون الان اون بوينت في مكان عصام. الكره تتواصل، شوف الروح بتاع الملعبيه كيفاش خرج عصام ويشجع في العلاقي. والتغيير الثاني يخرج بعد 70 دقيقه، وسام يحيى شيخاوي ولا دراجي. سنرى التغيير الثاني والاختيار من المدرب سامي ترابلسي. اذا هذا التغيير الثاني، دخول ياسين الشيخاوي. اذا دخول الشيخاوي، شيخه يدخل الان في مكان وسام بن يحيى في الدقيقه 70. 20 دقيقه ما زالت، ان شاء الله الاولاد يرجعوا يلعبوا، ان شاء الله نحاولوا نعدلوا النتيجه. في كل الاحوال هي مباراه اخرى مستفاده، والحمد لله انه كنا تاهلنا هنا. قيمه هدف عصام جمع الحقيقه في الدقيقه 90. ترجع الكره من جمال الساحي، نقطه مضيئه في وسط ميدان تونس اليوم. يمشي جمال الساحي، يلعب جمال الساحي، تتحط كره والراسيه، والكره ترجع خليفه معانا ولا معاهم يا ساب. ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الجابوني، منتخب الجابون حذاري من الكونتر اتاك، حذاري من دانيال كوزان. تبديل الكرة عند رامي الجريدي، حذاري يا رامي، كرة عند الجريدي. يلا الأولاد ننساو الهدف، ننساو الهدف يا رامي. ترجع الكرة مرة ثانية، منتخب التونسي هو المساكلي، المساكلي اليوم خارج الفورمة تماما، طبيعي جدا، 20 سنة اللي دار بيه في الساعات الأخيرة في ليل ومطالب في فرنسا. اليوم أيضا الصحافة الإيطالية ماسي وتحكي عليه برشا، وفيديوهات في الصحافة الإيطالية على المواقع الإلكترونية بتاع الصحف مثل لاجازيتا، بالتالي هذا يأثر، هذا يأثر. وهذا اللي قاله والده منظر مساكني، قال إن شاء الله اللاعب معناها ما نزيدوش عليه أكثر ضغوط. أوه يا رامي، أنا قلت يا رامي الانتحاري، وطلعنا رامي الانكساري اليوم. ترجع الكرة مرة ثانية الشمام، شمام يمشي بالكرة، واحدة اثنين، ترجع كرة منتخب التونسي عن طريق الساحي، جمال الساحي، جمال الساحي ملاعب كبير. ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق المساكني، يلا يوسف، يلا يوسف، يلا يوسف، المساكني، يلا يوسف، المساكني، تتحط الكرة لخليفة، وخليفة وتسديدة من راقد، تسديدة الشيخاوي، شيخاوي، شيخاوي، نعم ياسين، ياسين الشيخاوي. والكرة تخرج برا للمنتخب الجابوني. التحضير والانطلاق والتسديد، كرة بعيدة، كرة بعيدة من ياسين الشيخاوي اللي سجل هدف وحيد مع المنتخب التونسي في أمم أفريقيا، هدف اللي سجله في ماتش الكامرون في ربع نهائي 2008. هنا كرة الهدف الوحيد في المباراة لحد اللحظة عن طريق أوباميونغ، عن طريق أوباميونغ. الكرة هذه تتشد باليد يعني سهلة مسهلة، الله غالب يعني الأخطاء داخلة في الكرة. وكما قلت رامي يبقى حارس ممتاز، ولا ما نقصيوش عليه. والكرة ترجع مرة ثانية للفريق الجابوني في وسط الميدان. ترجع الكرة مرة ثانية، التغطية من كوزان، كوزان بين ثلاثة، والمنتخب التونسي يخسر كونتاكت. شوف الكرة بين ثلاثة، برافو بلال، برافو العيفة، بين ثلاثة تعدى منهم،
والكرة ترجع منتخب تونس، الكرة الثانية ياخذها المنتخب الوطني. يمشي فيها الراقد، يمشي الراقد، لكن هما قبل أبانجا يغطي، أبانجا تماس على الأقل، تماس المنتخب الوطني. باه الكرة ترجع المنتخب الوطني، نرجع الأولاد على الأقل نتعادل الحقيقة، من نستاهلوش نخسر، ما نستاهلوش نخسروا. يمشي أنيس البوسعيدي، أنيس البوسعيدي تتحط الكرة عن طريق اللاعب عبد النور، أيمن عبد النور، عبد النور يلعب الكرة، منتخب الوطني في وسط الميدان. تتأهل الكرة مرة أخرى عن طريق شمام لعبد النور. 73 دقيقة في المباراة، 1-0 الجابون. كرة ترجع عن طريق العيفة، يمشي بلال عيفة للراقد، الراقد حسين. تتأهل الكرة مرة ثانية، جمال الساحي، شيخاوي، شيخاوي يجري الكرة لمساكني، لمساكني شيخاوي، شيخاوي يدخل منطقة الجزاء، يوزع كرة ركنية، ركنية منتخب الوطني. باهي الأولاد، نرجع باهي الكرة للركنية للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله نتعادلوا في هذا التوقيت، مهم قلت معنويا ما نخسروش، مهم جدا، نقطة تبقى دائما طيبة مع فريق محلي في ميدان ومنتخب الجابون، قوي ومحظوظ الحقيقة. الكرة الآن تمشي من جمال الساحي، مولاي إصابة إن شاء الله لباس، والكرة ترجع لجمال الساحي، ترجع المنتخب الوطني. يمشي جمال، كرة للساحي، ترجع الفريق التونسي، خطيرة، ممكن العلاقي، علاقي للراقد، والراقد وين يا الراقد؟ وين يا الراقد؟ كرة ترجع للمنتخب الجابوني الحارس بونو، خسارة، خسارة، كان ممكن تعامل أحسن مع الكرة. يخرج مويلي ويدخل إيكوا إيبانيجا، إيبانيجا، إيكوا يدخل إيه رقم 4، اللاعب إيبانيجا في المنتخب الجابوني. مولي انصاب، المنتخب الجابوني سيعود حاليا لليبروفيل، تونس ستبقى في فرانسفيل. هو الكرة تمشي بعيدة، هو الكرة ترجع بالراس، كوزان تمشي مرة ثانية للمنتخب الجابوني. إذا ما ربحناش وبقينا في فرانسفيل، أتمنى ألا نتحدث عن ظروف صعبة وإقامة صعبة وملعب في الغابة وملعب بعيد، داخل في الكرة وداخل في اللعبة، ما يعملكش بطولة متاع قياسك. وحسب اتصالاتي بالوفد التونسي هناك في فرانسفيل، يعني الاوتيل الفندق ممتاز جدا، المهم المعيشه. ترجع الكره مره ثانيه، ترجع الكره منتخب تونس، يوسف المساكني، يوسف المساكني، ترجع الكره للفريق الجابوني، وكره خطيره، فماش اوفسايد، عوداله يا شيخاوي، خليفه العلاقي مش في مكان، وينك يا سامي، وينك يا سامي، وينك. ربع ساعه نهايه المباراه، بامكاننا التعادل. كوزان يمشي، دانيال تتحط الكرة مرة أخرى، هي كرة طويلة ترجع للنصور، ترجع منتخب تونسي. حذاري شمام يخرج الحارس رامي الجريدي، ترجع الكرة بالرأس، صابر خليفة ويجيب المنتخب التونسي. التاكل مش يجيبها، التاكل يخرجها، نعم، تماس المنتخب التونسي، لكن روح كبيرة، برافو يوسف. يمشي المساكني تحط الكرة مرة أخرى، منتخب المغرب يفتح باب التسجيل، انتصار معنوي للأشقاء. والكرة ترجع المساكني، وفي مخالفة، في مخالفة يلزم ندخلها في الشبكة، ورقة صفراء الحقيقة، تحكيم ممتاز من أومندياس، برو أبانجا الحقيقة. لو أنه الآن نطمن شوية الحقيقة بيني وبينكم، أيضا لغة كورة، اللي يعرف الملاعبية والمدربين يعرف أنه في 1-0، اطمن، يقول أن تونس صعيب تجيب زوز بونتو في ربع ساعة، اطمن على صدارتهم، لأنه هذا هو الهدف، لأنه من الأول عندنا مخالفات قريبة ما عطاهاش. الآن في 1-0 أوكي، لكن في المطلق نقول الحقيقة الحكم نومندياز يعني ممتاز. 77 دقيقة، مازلنا في المباراة، مازلنا ما متناش. الكرة بالمساكني والعلاقي، ومنتخب نصور كارتاج عنده الشانس التعديل. تمشي بالكرة عن طريق المساكني، والتسديدة والحارس سوفونو، كرة بلال، الكرة العيفة، كرة مباغتة كانت من بلال عيفة، التسديدة، خسارة لبست هي في الجدار ونقصت قوتها، لو تعديت ديريكت كان ممكن فيها الشانس. ترجع الكرة للمنتخب الجابوني، كرة طويلة، الهفوة الوحيدة في وسط الدفاع، لكننا بها هدف، وهدف الحقيقة، الغلطة اللي عملوها الأولاد في اللاكس كان ممكن تفاديها، لكن أيضا رافقتها غلطة أخرى من الحارس، وبالتالي حاليا تونس تجري وراء التعادل. يرجع بالكرة الراقد، والشيخاوي فريش أكثر اليوم، شيخاوي ممتازة جدا، والدفاع يتصدع، الدفاع الجابوني كونتر أتاك عن طريق اللاعب ماديندا، وبرافو عبد النور. يخرج الحارس، يمشي رامي الجريدي في كرة تحت في وسط الميدان، ترجع الكرة للمنتخب الجابوني،
عن طريق البيفول 15 أندري بيوغو يلعب في نادي بوردو، والكرة تتهيب تسديدة ترجع ضربة مرمى للحارس رامي جريدي. ستعود الكرة لرامي جريدي، اختبار جدي واختبار ممتاز للمنتخب التونسي، خاصة شفنا الفورمة تاع التشكيلة الاحتياطية بين ظفرين. كرة ستعود من رامي جريدي، رامي جريدي يمشي بكرة طويلة تمشي لمن الأفضلية، ترجع بالرأس عن طريق 17 أبانجا، أبانجا شيخاوي، شيخاوي يلعب الكرة ياسين، يتحرك يتحرك يتحرر الشيخاوي لكن الباس ما تعداش، كرة ناقصة العلاقي بالكرة، اضغط سامي اضغط سامي، والكرة ترجع شيخاوي، شيخاوي مرة أخرى يمشي ياسين، شيخنا يا شيخاوي، ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق البوسعيدي، كرة في الأوت، كرة في الأوت، تماس للمنتخب التونسي، إصابة كرة ضربت في وجهه، 10 دقائق 11 دقيقة نهاية المباراة، النتيجة 1-0 للكابون عن طريق اللاعب أوباميونغ في منتصف الشوط الثاني. الهدف هدف كان مباغت، وممكن حتى نسمح لنفسي باش نقول ضد مجرى اللعب للفريق الكابوني عن طريق أوباميونغ. اللاعب موسونو يتعرض لإصابة 27 سنة في 9 ماتشاته الدولية في منتخب الكابون، إن شاء الله نسجل هدف، إن شاء الله نسجل هدف، والآن فما تغيير، فما تغيير ثالث من رور، من جيرنت رور المدرب الألماني الفرنسي اللي ربح كأس الأوروبا للأندية البطلة كلاعب لفريق بايرن ميونخ عام 74 في العهد الذهبي للمنشن للشياطين الألمانية. جارد ميلر، سيب ماير لعب مع برايتنر، مع أولي ديتر هونس لعب مع الفريق الكبير متاع البايرن. الكرة ترجع البوسعيدي، يمشي نيس البوسعيدي، 80 دقيقة لعب، 80 دقيقة لعب للاستفتاء، تونس تلعب وتخسر أو ما تلعبش كأداء ونربحه، هذه زاد نقطة حطوها في بالكم، أحسن ماتش لعبناه أنا خسري. ترجع الكرة مرة ثانية، إمكانية الشانس، إن شاء الله متعادلين، إن شاء الله متعادلين، ويا ربي ما ناش مروحين، والمساكن يروح بالاريال، يرجع كرة خسارة، قلقته برشا أرضية الميدان اليوم، قلقته برشا أرضية الميدان المساكني. ترجع الكرة عن طريق العشرة دانيال كوزا، ترجع الكرة، منتخب تونس على فكرة ألغى الحصة التدريبية البارح في فرانسفيل، لذلك هو أول مرة يكتشف الميدان في الماتش في الرسمي. اعتذر الفريق ولم يقم بحصة تدريبية في ملعب المباراة البارح بسبب البعد عن الفندق، عمل حسابات الإرهاق اللي ترفني. ارجع كرة وسط الميدان، تتهيا مرة ثانية لمنتخب النصور، كرة تتهيا، كرة في العمق ممتازة حلوة، متسقيك متسقيك صابر، كرة ضاعت على خليفة، كرة فرصة أخرى ضاعت، محاولة نقول للمنتخب التونسي في دقيقة 80، محاولات متكررة للمنتخب التونسي، المنتخب التونسي مبدئيا بعد الهدف هو 5 دقائق ضعنا فيها، رجعنا عملنا رياكسيون، ما يتعداش ما يتعداش، برافو برافو عبد النور، برافو عبد النور، مازو فقنا به، مادين ده ما يعاودهاش، مادين ده ما يعاودهاش، باللي تحب باللي تحب، الباترون عبد النور يعمل في ماتش ممتاز اليوم. ترجع الكرة على خطا لأوباميونغ، والحكام ممكن باش يعطيه صفرة، ممكن ورقة صفرة، هذه زايدة، هذه زايدة بالفعل، زايدة، عنده الحق رومانديز، زايدة يا عبد النور، ورقة صفرة مجانية. ورقة صفرة للاعب عبد النور، دقيقة 81، عبد النور أول ورقة صفرة، ما تقلقش لكن لازم رد باله في الدقائق الأخيرة. كرة ستعود من ضربة مخالفة للمنتخب الجابوني المتقدم في النتيجة 1-0 هنا في هذه المباراة، في هذا اللقاء اللي يحتضنه استاد الفرنسفيل. الكرة تتهيأ للمنتخب الجابوني في التوزيعه، ترجع عن طريق حسين الراقد، الراقد وكرة منتخب الوطني، يمشي المساكني، يمشي المساكني، المساكني الخليفة، وصابر خليفة يمشي صابر، لكن الدفاع قبل، صابر قبل، صابر معناه كان عنده خيار الحقيقة، العلاقي العلاقي كان وحده، يا ناني يا ناني يا صابر، هنا ما عجبتنيش ما عجبتنيش يا صابر، هنا العلاقي وحده على يمينك. ترجع كرة للراقد، الراقد المساكني، الراقد المساكني، والكرة ترجع على فاول منتخب التونسي، مخالفة والشيخاوي، الشيخاوي الشيخاوي نفس اللوك، والكرة ستتهيأ للاعب الشيخاوي، ياسين الشيخاوي يتحرك يحاول يلعب مع يوسف المساكني لقيادة الهجوم التونسي. أول ماتش ما نسجلش، إن شاء الله نتعادوا في الوقت القاتل في مباراة الحقيقة كانت في برشا فترات مالت لنا وكانها جات لنا لكن ما سجلناش. يخرج صابر خليفة يدخل الدراجي، يخرج صابر يدخل الدراجي، 8 دقائق، باهي الولاد الكل يشتركوا في المباراة،
كل واحد يقعد في ريتم المباريات. رقم 18 دقائق باش يلعبوا الدراجي، وسام الدراجي يدخل سجل هدفين في الشان، يا ريت اليوم اول هدفه بالكاد. يمشي كرة علاقي، تتعين الكرة منتخب التونسي، يمشي العلاقي، حركة كبيرة في منطقة الجزاء، لازم نلعب على قوة الراس، لازم نضرب الكرة بالراس، هذه ما تلعب ليش واحد يسدد، هلعب على الكرة الراسية، هلعب يا السامي العلاقي، العلاقي يرفع كرة منتخب التونسي، وترجع مرة ثانية من الدفاع الجابوني، ترجع كرة منتخب التونسي من جهة الراقد، حسين الراقد باهي الأولاد، باهي الأولاد، ماتش باهي، ماتش بلان ممكن بلغة المدربين. يمشي بالكرة المنتخب التونسي في كرة طويلة، ترجع بالراس المنتخب الوطني عنده كرة، يعطي الباس كرة للشيخاوي، يمشي الشيخاوي، شيخاوي شيخاوي وين على اليسار وين الشمام، يمشي كرة وينه 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 الراقد حسين الراقد سدد كرة، أو عبد النور، عبد النور سدد كرة بعيدة برشا، بعيدة برشا من عبد النور، شفتوا الشيخاوي استنى غزر بعينه دعاه بقلبه، اطلع يا شمام، شمام ما طلعش من اليسار، شمام ما طلعش من اليسار، هذه كرة كنا ناحية صفات تفوق عددي، ويمشي الشمام اليسار ويعدل الكروس ويعمل السنتراج، خسارة. لمسة الأخيرة نقصت الأولاد في هذه المباراة، يرجع العيفة ماتش ممتاز، صراحة صراحة ما يتغشش حد، يعني الباراكسيال واضحة جدا، ما تتقراش ما تتخيرش، العيفة عبد النور صراحة. ترجع الكرة بوسعيدي، يعني ما نبدلوش على العاطفة يا سامي. ترجع الكرة مرة ثانية للعلاقي، والعلاقي يحط كرة، يمشي جمال الساحي، الساحي يقرب الكرة منتخب التونسي ناقص الكرة، تبقى الكرة التونسية شيخاوي، شيخاوي الجمال، جمال يحاول يوصل الكرة، والدفاع قدام العلاقي، المنتخب التونسي عن طريق الراقد تاكلينج، شيخاوي يرجع الكرة، شوف الروح، شوف الروح نتاع الأولاد، هذا يفرحني، هذا يبشرني، هذا يطمني. ترجع كرة التماس لمنتخب الجابون. 85 دقيقة تقريبا في عمر المباراة. ماتش ممكن خسرين وحاليا 1-0، لكن باش يربحوا منه برشا اشياء، برشا اشياء، برشا اكتشافات في المباراه. ترجع الكره المنتخب الجابوني، ترجع بالراس ان شاء الله يا رب الاربع خمس ايام، الاجواء اكيد دائما ممتازه، لكن ان شاء الله نقول الاطار الفني سامي طرابلسي، فريد بن بلقاسم، نزار خنفير، يقراوا المنافس مهما كان اسمه ويحذروا اللاعبين على هذا الاساس، وخاصه يتوفق الإطار الفني إن شاء الله يا ربي ينجحوا في اختيار التشكيلة، يا ربي الإطار الفني يتوفق في اختيار التشكيلة الصح، باش ما نقعدوش تغييراتنا تكون إصلاحية وليس للتغيير أو لدم جديد أو لأوراق تكتيكية، إن شاء الله الماتش الجاي تغييراتنا تكون للأوراق التكتيكية وليس للإصلاحات، إن شاء الله التشكيلة تكون موفقة، وإن شاء الله الآن الإطار الفني شاف المجموعة، شاف الفريق الكل تقريب باستثناء الحراس، يعني معز بن شريفية وعادل الشادي، تقريب كل الفريق العب شارك في مباراة الكان، إذن عنده فكرة المدرب كبيرة جدا، والرؤية واضحة الآن، ماهاش ذباب، واضحة جدا، ترجع الكرة واضح جدا، حتى المشاهد والمشجع والشعب يقول لك شكون مليح وشكون خايب وشكون يلعب وشكون لا وشكون يقدم البلوس وشكون يعني مجرد حضور. الكرة تخرج إلى ركنية وضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى للمنتخب الجابوني. كما قلت نخسروا الماتش هذا وما نخسروش الربع النهائي هذاك اللي فيت، وانا ان شاء الله متاكد ومتفائل ومتيقن ان المنتخب التونسي ان شاء الله قادر ان يذهب بعيده بهذه البطوله. يدخل دراجي ان شاء الله يسعى في الوقت على الاقل باش يلعب كوره او اثنين ممكن تغير النتيجه. التعادل طبعا خير من الخساره، خلاص تقريبا المركز الثاني، لكن ما نخسروش على الاقل. وهنا في خطا في راي المساكني، في راي فما خطا على يوسف، على كل حال حكم نومانديس قال العب، والكره ستعود من وسط الدفاع، يخرج الكره اوباميون، اوباميونغ يهرب على البوسعيدي، يمشي اوباميونغ، اوباميونغ وكره من عبد النور، يدخل عبد النور، يمشي بلا العيفه، العيفه في كره طويله في وسط الميدان، تتهيأ كره المنتخب التونسي لتماس جابوني، تماس للمنتخب الجابوني ليستعد للفوز الثالث على التوالي. وقلت منتخب هذا لا تتفاجئوا ان ذهب الى مباراه النهائي في هذه البطوله، سيذهب بعيدا المنتخب اوباميونغ عكس ممكن غينيا الاستوائيه اللي باش تخرج على الارجح مع الكوت ديفوار. اذا زامبيا، السودان، غينيا الاستوائيه، الكوت ديفوار، المجموعه الثالثه، الاول الجابون والثانيه تونس، هذا هو الترتيب في المجموعه الثالثه مع معلومه غدا مهمه جدا. احنا ممكن فكرنا في الصداره باش نتفاداو غانا، ما تعرفش الخير فين، لانه نحب نقول لك معلومه انه غينيا للتاهل يلزم تكسب غانا. انا ما نستغربش انه غينيا تربح غدوه غانا واحده بلاش ونلعبوا مع غينيا،
رغم أني نرجع ونقول ونكمل، أنا نشوف أنه الاثنين كيف كيف، الاثنين الحقيقة حديد في حديد، حتى المنتخب الغيني مش خصيص، منتخب الغيني قوي جدا بدنيا، قوي جدا فنيا وتكتيكيا. منتخب الغيني اللي ربحنا في كان 2006 في آخر مواجهة معاه 3-0، فريق يخوف، لكن إن شاء الله بين غينيا وغانا أو مالي نقدروا نمشيوا لبعيد. هذا المهم الآن، الآن نغادر معركة البطولة، أنه حسابات نقطة نقطة، الآن ما عادش كورة نقطة نقطة، الآن كورة الترشح، نظام النوكاوت، نظام الكوب، يتبقى يتروح، والكورة تمشي خسارة ما تعدتش. ترجع الكرة للراقد، الراقد ماتش كبير، ماتش كبير الراقد، يرجع بالكرة منتخب تونسي، دراجي، دراجي، يمشي دراجي، يستلم مساندة، يحط كرة العلاقي، يرجع العلاقي، العلاقي في الرواق ما عطانا شيء، والكرة ترجع مرة ثانية للمنتخب التونسي، تتهيأ كرة علاقي، علاقي دراجي، دراجي يمشي للراقد، آخر كرة، آخر دقيقة، باهي نتعادلوا في الدقيقة 90 إن شاء الله، يمشي بالكرة منتخب التونسي على طريق شمام، خليل شمام، يرجع شمام، شمام وسط الميدان عبد النور، عبد النور للراقد، والراقد حط الكرة مرة أخرى منتخب الوطني التونسي دراجي، دراجي لايفة يلا الأولاد آخر محاولة على الأقل، يمشي شيخاوي، شيخاوي، يمشي ياسين، شيخاوي، حصار دفاعي جابوني، يمشي دراجي، الأكسلراسيون الآن الباس، يمشي كرة 90 دقيقة أخرى، علاقي والكرة في مست 18، تخرج الكرة لتماس، تماس للمنتخب الجابوني، تماس للمنتخب الجابوني. ترجع الكرة عن طريق التماس، لكن قبل هذا هناك تغيير، هو التغيير بدخول رقم 2 في المنتخب الجابوني، اللاعب المحلي في نادي ميسيل في الجابون اسمه جورج، اللاعب أومبوي، إذا أومبوي يدخل الآن بديل لبرونو زيتا، هذا هو اللاعب بانانجوي، لاعب برونو زيتا، لاعب جرزيس كما قلت سابقا. إذا 90 دقيقة، مرة أخرى المنتخب التونسي مثل أغلب مشاركات ويتأهل في المركز الثاني. ترجع كرة دراجي، يمشي دراجي وفي مخالفة، نعم مخالفة المنتخب التونسي، آخر الثواني ممكن 3-4 دقائق يزيدوا من الحكم، تمشي كرة منتخب التونسي العلاقي، العلاقي كرة توصل للشمام، شمام ليوسف، يوسف المساكني، المساكني شمام يطلع كرة، شمام وين الراس، أضرب شيخاوي، وكرة تضيع للشيخاوي، كرة تضيع لياسين الشيخاوي بالراس، فرصة محاولة المنتخب التونسي، فرصة محاولة المنتخب التونسي، يطلع ياسين كان ممكن يرجعها للدراجة على فكرة، شوف شوف الوسط الدراجي كان وحده، كانت تعطاه باس بالراس، لكن طبعا المعلق فارس والمتفرج فارس، هذه الكرة يرجعها، شفت الدراجي وحده في منطقة السيمتر، كرة ستعود للفريق الجابوني، يطلب الضغط القدام سامي ترابلسي، على فكرة هي أول هزيمة رسمية ممكن لسامي ترابلسي في 14 مباراة، هذه أول خسارة في الأوفيسيال، لكن ما زلنا ما خسرناش، ما زلنا دراجي، دراجي يحط كرة للفريق التونسي، علاقي دراجي والكرة توصل عن طريق شمام، والعكسية إلى عرضية إلى ركنية تونسية يا برو، برو يخرج كرة كور المنتخب التونسي. ماتش ما حقناش نخسروه بصراحة، بالكرة بالريتم اللي لعبوا بيه الأولاد، بالمردود اللي قدموه الفريق، ما نستحقوش نخسر، إن شاء الله ربي ينصفنا بتعادل. إن شاء الله تعادل على الأقل، يمشي الدراجي، أهو التعادل بالراس، مسات الكرة، أضرب يا شيخاوي أطلع، أضرب أنت الكرة الثانية ما جاتش، ترجع مرة ثانية، كرة وتسديدة، وفرصة المنتخب التونسي مش ممكن، فرصة ضاعت من عبد النور، كرة ما حبتناش الحقيقة، كرة ما حبتناش، كرة ما حبتناش في الماتش، على الأقل التعادل خسارة، خسارة هذه الكرة بتاع التعادل هنا أضرب، لا لم يضرب عبد النور. برشا ايجابيات نخرجوا بها من المباراه، شوف الكره فيها لمسه يد، معناها انت والحكم، حكم ماتش المغرب اعطاه ضربه جزاء، اليوم الحكم اعتبرها عفويه، والكره تبقى تونسيه، مازالت دقيقتين، مازالت دقيقتين، حلوه الدراجي، يمشي الكره والكره مساكني ومساكني منتخب التونسي يسدد، والتعادل يضيع مش ممكن، ولا شفتها في الشبكه، شفتها في الشبكه بتاع العلاقي، شفتها في الشبكه بتاع العلاقي، شفتها في الشبكه بتاع سامي العلاقي. المنتخب التونسي ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ توترت الأجواء، توترت الأجواء، لابد من الهدوء، لابد من الهدوء، لابد من الهدوء، لأنه عندنا ماتش القدام، ماتش هذا عيننا به لكن مش روحنا فيه، فهمتوا للأخير لهذا العنوان الخاص بماتش الكابون، عيننا فيه لكن مش روحنا فيه، اللي رواحنا فيه هو ماتش الأربعاء، اللي هو ماتش الأحد عفوا، اللي هو ماتش الأحد ضد البطل المجموعة الأخرى.
زاد الدراجي زاد يا أسامة، حذاري ناخذوش ورقة حمراء الآن. كرة تتهيأ الآن، هو المنتخب التونسي، هو المنتخب الجابوني. اللاعبية ظاهرة أنهم سوبريسيون، هذا في بعض الأوقات إيجابي أنه الضغط يبقى الفريق باش يبقى مركز، باش يبقى دائما في ديناميكية المباريات القوية. بوكو بيوغو يقوم لباس منتخب التونسي، محاولة أخرى اليوم نقصتنا خسارة اللمسة الأخيرة. برشا اختيارات ممتازة الحقيقة من الإطار الفني، برشا أسماء اليوم برزت، ما نحب نخير واحد على آخر. المنتخب التونسي إن شاء الله إن شاء الله نترشحوا، لأنه نعملوا أداء ما غير ترشح ما نعمل به شيء صراحة، وأكيد موافقين. يعني إذا تلزم وتحكم باش نرجعوا نلعبوا سيئين ونفوزوا فليكن فليكن. البرازيل 24 سنة ما ربحتش كوب دي موند وخرجت السحارة نتاع 82، في الأخير قالوا إيطاليا كامبيوني ديل موندو. النتيجة الآن، النتيجة الآن، ترجع الكرة بالراس، المنتخب التونسي يجري لآخر لحظة، حقيقة برشا بوزيتيف الفريق الوطني في أداءه اليوم. ترجع الكرة مرة أخرى ورا المنتخب التونسي، فما خطأ، فما خطأ، يزفروا الحكم، الحكم نومانديز. إصابة إن شاء الله لباس بالنسبة ليوسف المساكني، لباس بالنسبة ليوسف المساكني، تدخلات قوية من المنتخب الجابوني، منتخب الجابون. هنا الكرة الأخيرة، هنا متاع ورقة حمراء، سامحني سامحوني، هنا متاع ورقة حمراء قدام الرئيس بانجو، قدام الرئيس تانجو، هذه متاع ورقة حمراء صراحة، هذه متاع ورقة حمراء، هذه متاع ورقة حمراء، مش معقول، مش معقول. كرة ترجع المنتخب التونسي في وسط الميدان. إذا موعدنا الأحد، موعدنا الكوارتر فاينل، غدا سنتابع المجموعة الرابعة لنتعرف على منافسنا، ويوم الأحد ستكون معركة العبور. يرجع المنتخب التونسي، كرة في منطقة الجزاء خطيرة، شيخاوي والكرة تضيع، المنتخب التونسي يرجع مرتدة، أوباميونغ والتماس، تماس لتونس، تماس لتونس، مستوى جيد جدا، الرياكشن كانت موجودة الحقيقة من الأولاد. اليوم نقصنا كان نحط الكرة في الشبكة، والكرة ترجع المنتخب التونسي برا برا، وقفها وقفها، يمشي بالكرة العلاقي، العلاقي كرة وشانس وفرصة منتخب التونسي، والكرة ترجع شيخاوي، يمشي شيخاوي بعيدها، خلاص خلاص، في زفر باش يزفر نومانديز، يزفر خسارة، برشا كرات ضاعت. هو خطأ ضد الشيخاوي، هو خطأ موجود ضد ياسين. حقيقة المنتخب التونسي عجبني في هذا اللقاء، خاصة بعد الهدف عمل ردة فعل، عمل رياكسيون. خسارة كما قالت اليوم نقصتنا اللمسة الأخيرة، لكن احنا اللمسة الأخيرة في حاجة لها في ماتش الأحد في الربع النهائي، وقتها تو بي اور نوت تو بي، نكون او لا نكون، نواصل او نغادر، وان شاء الله ما ناش مروحين. تمشي كره طويله ويزفر نومانديز الحكم الايفواري، نهايه ماتش الجابون تونس على 1-0، هدف اوباميونغ في الدقيقه 62 من زمن المباراه، في 17 دقيقه لعب في الشوط الثاني، تمكن اوباميونغ من تسجيل الهدف الوحيد لفريق الفهود الجابونيه. الجابون في الصداره، مبروك عليهم. تونس مبروك التأهل، والأداء اليوم الحقيقة كان جيد، وإن شاء الله هذا نستأنس به خيرا في قادم المباريات. الجابون حققت حساباتها من البقاء في ليبروفيل وفي الجابون، وهذا حقهم، والمنتخب التونسي في فرانسفيل سيلعب الربع النهائي من أجل المرور والعبور والدخول للبيك فور، للمربع الذهبي لأمم أفريقيا. اليوم يوم، واليوم اختبار، وغدا هو أصل الامتحان لما نلتقي غانا أو غينيا أو المالي. غدا نتعرف على المنافس. مبروك للفريقين الصعود لربع النهائي، حضاف المنتخب التونسي في قادم مباريات. وكما قلت وكما نختم، هذه المباراة كانت تعنينا، ولكن ليست هي الأصل في الكان. الماتش الجاي هو روح الكان، أصل الكان، حكاية الكان، حدوتة الكان. اجمل يحكي مع رور اللي دربه في الإتوال، والفريق الجابوني يحتفل بالانتصار الثالث والتأهل كليدر. الجابون ستشاهدونه بعيدا في هذه الدورة، وتونس ما نتمناه وما ندعو إليه أن نواصل الحلم القاري هنا في أرض ماكيبا، بأرض الماما أفريقيا. فاصل ثم إلى المعز بولحيا هناك في استوديو التحليل.